السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good evening, ladies and gentlemen. Please, for English speakers, please put your headset on. This lecture will be conducted in Arabic. It's your best chance today to learn a little bit Arabic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في ورشة تصوير الحشرات الماكرو. أظن الموضوع كتير interesting وإحنا أول مرة نعمل هاي الورشة. كان المفروض إنه هي قبل شهر أو شهرين بس حصلت ظروف، الحمد لله على السلامة. يا جماعة إن شاء الله بتستمتعوا بالورشة اليوم، وإن شاء الله حتكون الورشة لمدة 3 ساعات زي العادة، وحيكون في بريك في النص إن شاء الله الساعة 7:30 لمدة 15 دقيقة. طبعاً للرجال لو حابين إن هم يصلوا لو سمحتوا روحوا على الجراوند فلور، في مصلى للرجال، وللسيدات لو حابين يصلوا بالضبط الباب اللي بعد الريسبشن مصلى للسيدات. وطبعاً ما تنسوا كل واحد يحفظ الرقم تبعه تاع التسجيل عشان في آخر الليكتشر أو آخر المحاضرة يقدر ياخد الشهادة تاعته بكل سهولة. شكرا جزيلا وبتمنى لكم محاضرة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طبعا أحب أول شيء أشكركم على تعني المسافة وحضور محاضرة اليوم، واللي إن شاء الله تكون خفيفة وبنفس الوقت تكون غنية بمعلومات ربما تكون جديدة على البعض منكم إن شاء الله. طبعا محاضرة اليوم إن شاء الله برعاية ديكون سكول ماكرو وورد. نبذة بسيطة عني، يوسف الحبشي، مصور إماراتي، تخصصت في مجال الماكرو تقريبا 2010 وكملت في هذا المجال لين الحمد لله وصلت إلى النتائج اللي وصلت فيها اليوم. من بعض النتائج اللي وصلتها كانت عن طريق publications أو منشورات تلفزيون، مقابلات، مجلات وغيرها الحمد لله. وبنطرق إن شاء الله للخطوات، كيف كانت البداية ولوين وصلنا إن شاء الله، والتحديات والمراحل اللي مرينا فيه بإذن الله. زين، أجندة اليوم إن شاء الله بتكون عبارة عن مقدمة عن الماكرو وتعريف للماكرو. يكون عندنا أقسام الماكرو وتصوير كذلك، ثم بنتحدث عن قسم خاص، والقسم اللي أنا خاص فيه تصوير الحشرات. بنتكلم على المعدات والأدوات اللي نحتاجها لهذا المجال وكيفية الخروج بمثل هذه الأعمال إن شاء الله. قبل نهاية المحاضرة بعرض مجموعة من الأعمال الخاصة فيني واللي طلعتها خلال هذه الفترة، وأخيرا بنترك مجال للأسئلة والإجابات، وأتوقع إن شاء الله بتكون عندكم مجموعة من الأسئلة المثيرة. بسم الله. So الانترودكشن، بنتكلم في المقدمة عن تعريف الماكرو، بنتكلم عن طريقة حساب الماكرو، كيفية حساب نسبة التكبير كذلك، وكومن ميستيك، الأخطاء الشائعة في هذا المجال. تصوير الماكرو هو فرع من فروع علم التصوير، يختص بتصوير الأجسام الصغيرة سواء المرئية أو الشبه مرئية للعين المجردة فقط، ما يحتاج أن نكبر في التعريف. وبالتالي تعريف تصوير أن الأجسام الدقيقة، بعض الأجسام قد تكون مرئية لنا، بعضها قد لا تكون مرئية، وتساعدنا عدسات الماكرو على رؤية هذا المجال أو رؤية هذا العالم إن شاء الله. للماكرو حسبة مثل بقية الحسبات، عندنا مقاييس عالمية ورسمية، المتر، السنتيمتر، الكيلو، اللتر وغيره، وعندنا مقياس يدعى X، فنسبة التكبير عادة تكون
1x 2x 4x 20x. فالتكبير ندل عليه بالدلالة x. طيب إذا تكلمنا عن x، كيفية حساب نسبة التكبير في هذا المجال؟ هذا صورة كاملة غير مقتطعة تبين حجم النملة بالنسبة لحجم السنسر كامل. 3x نفس الشيء، حجم الفريم كامل وبالنسبة للحشرة نفسها من غير أي اقتطاع. وكالتالي 5x 60x جزء من العين. فإذا هي عند النسبة ثابتة إن شاء الله. طريقة حسبتها كالتالي، مثل ما نعرف أن عندنا مجموعة مختلفة من أحجام السنسر، سواء كانت في الكاميرات الفول فريم، كاميرات الكروب سنسر، كاميرات الفور ثيرد، وحتى التليفونات. فعادة اللي يهمنا في هذا الشيء دائما مساحة السنسر، طول في العرض. أهم ثلاث أحجام عندنا هي أحجام الفول فريم، الاي بي سي، الكروب سنسر للنيكون، والكروب سنسر للكانون. لاحظوا ان الفرق شيء بسيط جدا. عموما هذه اكثر ثلاثه سنسرات منتشره في عالمنا. هذا طول السنسر اللي يهمنا 36 23 22، وبيساعدنا في حسبه الماكرو. الحسبه بسيطه، عندنا طبعا مجموعه من الفورميلاس لطريقة حساب الماكرو، وتختلف باختلاف الأدوات المستخدمة كذلك في المجال. عموما أبسطها هي حجم السنسر على مليمترات المقروءة من طريق الكاميرا، وبشرحها بعد شوية، يعطي نسبة التكبير. بمعنى بافتراض أن عندنا مسطرة، وهالمسطرة تدل على 15 سنتي، مقسمة كل سنتي إلى 10 مليمترات، باستخدام كاميرا بغض النظر عن حجم السنسر، او فلنفترض انها فول فريم. فول فريم عندي 36 ملم هذا طولها، ولكن قراءة عدسة الماكرو في الصورة الظاهرة طلعت لي 2.8. الحسبة كالتالي تكون 36 تقسيم 28 يعطيني نسبة الماكرو. ارد مرة ثانية لان الموضوع قد لا يكون سلس على البعض من المرة الاولى. دائما ناخذ القراءة طول السنسر اللي يهمنا. متى ما صار عندنا هذا المعطى ثابت، المعطى الثاني اللي نحتاجه قراءة المليمترات في الكاميرا. كيف تتم؟ عدسة ماكرو، كاميرا متصلة، ويتم التصوير مسطرة عادية. النتيجة الظاهرة بالمليمترات نضعها في هذه الخانة، وبالتالي يتم القسمة ويعطينا نسبة التكبير. في حال أن ظهر عندنا القراءة 3.6، بمعنى أن حجم السنسر بالكامل ظاهر، أي أن حجم الجسم المراد تصويره يعادل حجم السنسر بالضبط، وهذا يسموه 1-to-1. وهذه الحسبة بالعادة تكون practical أكثر، أو عملية أكثر وقت التجربة أكثر من الموضوع النظري. عموما الأخطاء شائعة في الماكرو بنتطرق لها في بعض السلايدات القادمة، بس حاليا واحدة من المشاكل اللي أصادفها من قبل البعض عندما يسألوني الأسئلة، عندنا عدسة وحاولنا نصور فيها ماكرو، أو صورنا فيها ماكرو وما طلعت لي نتيجة الماكرو، ليش؟ للأسف بعض الشركات تمشي على نهج تجاري، أي تذكر كلمة الماكرو على عدسة ليست بماكرو. بالعادة ما عندنا عدسات ماكرو فيها خاصية الزومين. في شيء مرادف له بنتطرق له، بس كعدسات زومين لا توجد عدسة ماكرو زومين. عدسة عادة تكون عدسات حقيقية برايم لينس ثابتة، بعد بؤري ثابت. فيفترض على أي عدسة عشان نسميها
ماكرو تكون قابلة للوصول إلى نسبة تكبير 1x. نرجع لموضوع الإكس، أي بأعلى نسبة تكبير للعدسة إذا كانت في الفريم تعطينا 36 مليمتر، وإذا كانت كروم تعطينا 22 وكسورة. نتكلم على الكاتيجوريز للماكرو. البعض يمكن حاضر هذا المحاضرة وحاط في باله أن تصوير الماكرو فقط عبارة عن تصوير حشرات، فنعطي المجال علما أن المجال كبير جدا لمجال الماكرو، وما يعني يتسنى لي أن أتطرق لكل المواضيع بس بطرق لبعضها. عندنا الووتر دروبس أو قطرات المياه، طبعاً سبق أني شرحت هذه في محاضرة سابقة أن مثل هذا التصوير لا يعتمد على الحظ. في بعض الأجهزة اللي تسمح بالتحكم بالقطرات، بنزول القطرات ضمن وقت زمني معين يتم قياسه، بحيث أنه يصير عملية الارتطام. هذه واحدة من القطرات اللي ارتطمت في السطح وارتدت مرة ثانية، بينما العدسة الثانية، عفوا القطرة الثانية للتو بدأت في عملية الارتطام. وهذا نفس الشيء، هذه عبارة عن طلقة صغيرة مخترقة يكون مقياس ثابت لها من البداية. فأجهزة خاصة لبعض الشركات، وعملية الحظ فيها ما توصل حتى من بعد 1000 أو 2000 محاولة يمكن نقدر نوصل لهذا الشيء إذا كان فيها هذا الموضوع. عندنا بعض المينرالز والستون، واحد من المجالات المظلومة في تصوير الماكرو، وعادة تكون الصور فنية أو تجريدية أكثر منها صورة كاملة. طبعاً مثل هذا التصوير يكون عملي أكثر كاستخدامات واسعة، كاستخدامات تجارية، كبيع، كديكوريشن أكثر، وفي نفس الوقت كجانب علمي للمختصين بدراسة الصخور أو الجيولوجيا أو الكريستال وتوابعه. عندنا بعد مجال الفلورا والفلاورز أو الأزهار والورود، طبعاً هذه الصورة تم أخذها باقتطاع الزهرة إلى النص، فبدل ما نأخذ صورة بالشكل الاعتيادي من فوق أو من الجانب، تم أخذها من الجانب الداخلي، وبالتالي تقدر تشوف التفاصيل بشكل أكبر. فهي نوع من الزوايا المختلفة اللي تطلع لكم نتائج دائماً مختلفة في نتيجة الأعمال. وهذا الجانب اللي ربما ماخذ نصيب الأسد في عدد تصوير الماكرو وتصوير الحشرات. طبعا عندنا جانبين من أنواع تصوير الحشرات، عندنا تصوير الفيلد أو تصوير الخارجي، وعندنا تصوير الاستديو، وإن شاء الله بنتكلم عنهم. طرقنا لأنواع التصوير واتفقنا أن بنتكلم على تصوير الحشرات كجانب اختصاصي. فضمن هذا إن شاء الله السلايدات القادمة بنتكلم عن البداية، كيف كانت بدايتي مع هذا التصوير وش اللي خلاني أبدأ وكيف بديته، أهمية الحشرات في حياتنا ومن حولنا. ربما هذا الشيء نستخف فيه غالبيتنا كنوع من الحشرات، ليش الاستخفاف بهذا الشيء وما أهميتها اللي يمكن قد تفيدنا أو تضرنا في حالة وجودها وعدمها. التحديات، وهذا أحد أهم النقاط في محاضرة اليوم إن شاء الله، بنتكلم عن التحديات التقنية والتحديات الفيزيائية اللي تصادفنا، وبنتكلم بعد عن الأدوات والمعدات اللي نستخدمها بعد في التصوير. البداية،
عادةً عندما ينطري اسم واحد من المصورين دائما تتخيل لنا أفضل مجموعة من أعماله، الصورة المثالية، الصورة اللي نتذكر هذا الشخص بهذا العمل، لأنها صارت مرسومة ومزروعة في خيالنا. وبالتالي يصير عندنا نوع من المسافة، من الجاب بتوين يعني بيننا نحن وبين هذا المصور، أن أعمال هذا الشخص أعمال قوية، أعمال بعيدة، كيف نقدر نوصلها؟ وما حد فكر أن البداية قد تكون ضعيفة جداً أو تكون أقل من بداية الشخص نفسه، من بدايتكم أنتم، فما في أي تحديات تمنع أنك توصل للنتيجة النهائية أو النتيجات المثالية. بداية التصوير، وكانت في نفس اليوم اللي اشتريت فيه العدسة، تم شراء العدسة تقريباً الساعة 8 و 9 في المساء، تم التصوير تقريباً الساعة 11 المساء في البر. فضول استخدام العدسة، الناس قاعدين شهود سوالف، وأنا فضولي إني أدور على أي كائن قدامي أحلل فيه العدسة اللي اشتريته، ولقيت هذا المسكين. أول صورة التقطتها بعدسة الماكرو، صورة ضعيفة بكل المقاييس، الحشرة كانت بالأساس ميتة متكسرة، قرون الاستشعار مختفية، الإضاءة حادة، التفاصيل ضايعة، الشاركنس أنا نفسي لنحين ما أعرف وينه. ومع ذلك تفتحت في نظري بوابة جديدة، مجال جديد، شيء ما كنت أقدر أشوفه. كائن صغير لونه أسود بالعادة يمشي من قدامي وما عليه أي انتباه، هذا إذا ما رفست بعد. الحين تغير الوضع، صار عندي اهتمام، صار عندي فضول أني أشوف هذه الكائنات عن كثب، عن قرب. كانت هذه النتيجة أول نتيجة أحتفظ فيها ودائما أراويها للأشخاص اللي يحسوا أن المسافات صعب عليهم لين يوصلون إلى نتائج. بعد بأربعة أيام من محاولات فاشلة مستمرة، قدرت أخذ أول صورة. نوعاً ما حسيت أنه أنجزت إنجاز بهذه العدسة، النتيجة بسيطة جداً، ومع ذلك حسيت أنه صار في نوع من التعود على هذه العدسة، عدسة جديدة في الكوليكشن وتحتاج أنك تتعود عليها. فالشخص يوم يبدأ يشوف في نتائج إيجابية بغض النظر عن حجمها أو صغرها، يبدأ يتشجع أنه يستمر في هذا المجال، وهذا اللي صار الحمد لله. استمرت أبريل، بعد 3 أشهر تقريبا أو 4 أشهر تعلمت كيفية الاقتراب من بعض الحشرات، ما أقول كل، بعض الحشرات، وأصعبها يمكن الفراشات لأنها حشرات خجولة وحساسة وما تسمح بالاقتراب من مسافات كبيرة. تعلمت أني أقترب، تعلمت أخذ زوايا، الإضاءة أفضل، ما في عندي إضاءة حادة فالنتيجة أقوى. نعم نفس الشيء، صار عندي اقتراب أكثر وأكثر، عرفت أتعامل مع هذه الحشرات، كيف أقدر أوصل لها، وهذا من الطرق له إن شاء الله بشكل أدق. تحت مجال لتصوير الاستديو، بدل ما أصور الكائن برا البيت، ليش ما أبدأ أصوره عندي داخل البيت؟ في إيجابيات للموضوع وفي سلبيات نعم، وفي تحديات حتى كون الكائن برا، ما نختلف على هذا الشيء، بس مع ذلك يهم في النهاية طريقة النتيجة. هذا واحد من الحشرات الخجولة، واللي تقدر تلاحظوا عينه. سبحان الله بعض الحشرات فيها نوع من الرياكشن، نوع من الـ يعني التفاعل مع الأشخاص. فهذه الحالة كنت إذا اقترب يمين
يلف للجهة الثانية يحاول يغطي نفسه. جسمه ظاهر بس أهم شيء إنه يتم مختفي عني. فتقدر تشوفه بالطرف عينه يقدر يلاحظ. فسبحان الله هذا بعض الأشياء اللي تصادفها لدى الممارسة في هذا المجال ومصادفتك للأنواع من الحشرات. عندنا حشرات تكون خجولة، عندنا حشرات تكون هجومية عدائية أجريسيف، عندنا حشرات تكون أكثر شيء ممثلة تدعي الموت، تمثل أنك بمجرد ما تلمسها مت سيبني. هذه سبحان الله خواص رب العالمين حط في هذه الحشرات كنوع من الدفاع. بدأت مع الوقت أدخل في مجال أكثر، مجال الاقتراب، مجال الاستاك، وكانت هذه بعد من أول نتائج الأعمال. هاي ذبابة البيت. بدأت أحاول أن أشوف الأشياء بمنظور مختلف تماماً، هذا جزء من جناحة الفراشة. بدت ليدي باترفلاي. فهذه اللي كنت أتخيلها لمدة سنين وسنين عبارة عن بودرة كل ما مسكت جناح فراشة. مع الوقت ومع التصوير اكتشفت أن هذه مجموعة من الحراشف اللي تكون مبنية على أجنحة الفراشات سبحان الله. 2012 وحتى يومك هذا، هذا واحد من الأعمال، وإن شاء الله قبل نهاية المحاضرة بعرض مجموعة الأعمال الأخيرة واللي طلعتها خلال هذه الفترة بإذن الله. أهمية الحشرات في حياتنا كبشر كأشخاص، من طبعنا كأشخاص كبشر دائما نستحقر الأشياء الصغيرة، نستخف فيها، نستخف بأهميتها. جت حشرة ما عندنا أي اهتمام لها، كلما كبر هذا الكائن كلما أبدينا نوع من التعاطف ونوع من الاهتمام لا شعوريا سبحان الله. فإذا يا حصان يكون اهتمامنا أكثر، بنهتم فيه أكثر شيء، وكلما كبر كلما زاد عندنا نوع من التقدير لهذا الكائن. ليش؟ هي نزعة بشرية، غريزة شخصية ما نقدر نغيرها إلا مع الوقت. فهذا الجانب الأخلاقي في الإنسان، إحنا نقدر نتكلم عن الجانب الفني اللي هي الأعمال اللي تشوفونها ملونة زاهية تكوين مناسب. عندنا الجانب العلمي، معلومات عن الحشرات، بيئتها، تكاثرها، تواجدها، ندرتها. وعندنا الجانب الأخلاقي إنه كيف نقدر نحترم هذه الكائنات كونها كائنات مفيدة ولا غنى لنا عنها. هذه حقيقة ما نقدر نجادل فيها. إحدى المشاكل اللي بدأنا نواجهها في السنوات الأخيرة موت كميات مهولة من النحل. كانت الأسباب مجهولة، وحتى الآن وإن كثرت بعض المسببات أو الأفكار أن حولية أسباب موت النحل لا تزال مجهولة لنا الأسباب الحقيقية. هل هي ارتفاع درجة الحرارة؟ هل هي مجموعة من الفيروسات اللي أصبحت تصيب هذا النحل؟ هل هي المبيدات الحشرية واللي قامت تصيب النحل بحيث أنه ما يرجعون إلى خليتهم، يضيعون، يفقدوا التركيز أنه كيف يقدروا يرجعون معهم؟ الأسباب كثيرة، قد تكون طفرة بيئية، بمعنى نوع من الكائنات اللي بالأساس لا يتغذى على النحل أصبح يتغذى عليها وصارت وجبة أساسية عنده. فالأسباب كثيرة. المسلمات من الموضوع والنتائج أن خسائر خلال سنوات ماضية بالمليارات الدولارات من فقدان النحل. ليش؟ أهمية النحل لا تكمن فقط في عملية إنتاج العسل، إنتاج الثمار، تلقيح الأزهار، الفواكه، الخضار،
نسبة كبيرة من النحل، ربما 70% من عمليات التلقيح تكون عن طريق النحل. فإحنا عندما نتكلم على اختفاء أهم عامل لعمليات التلقيح النباتي، كيف بيأثر هذا علينا؟ بعض المزارعين امتنعوا عن زراعة الكثير من المحاصيل الزراعية اللي تعتمد على تلقيح الأزهار لإنتاج الفواكه بسبب اختفاء النحل. شو الفائدة؟ زرعت محصول كامل وما عندي النحل يلقح كي أنتج الثمار، أنا خسرت. وهذا يأثر على شو؟ بيأثر علينا بشكل أو بآخر، بيأثر على أسعار السوق، بيأثر على التجارة، بيأثر على أشياء كثيرة. إحدى الحشرات بعد المفيدة اللي ما نقدر نستغني عنها بغض النظر عن تقبل البعض شكلها، دودة القز. عملية إنتاج الحرير الصناعي. الحشرات لها فوائد في حياتنا، وبغض النظر عن الفوائد اللي هي المباشرة لنا نحن كبشر، الفوائد الغير مباشرة قد تكون هي ضمن الهرم الغذائي لبقية الحيوانات وبقية الحشرات وبقية المخلوقات الثانية. بمعنى انعدام هذه الحشرات معناه انعدام مصدر غذائي مهم لهذه الكائنات، وبالتالي هذه أحد أسباب الطفرات اللي نتكلم عنها. عندما يكون عندنا مجموعة مثلا وافتراضا من الطيور تتغذى على النحل وفجأة اختفى هذا المصدر، الطيور بتحاول تبدأ تبحث عن مجال غذائي ثاني مختلف، تبدأ تتناول حشرات ثانية، تبدأ تغير طبيعة أكلها، هذا يسبب نوع من الخلل البيئي. فإحنا نتكلم على مقياس صغير جدا، بس الانقراضات سواء كانت على مستوى الحشرات أو الطيور أو الحيوانات تلعب بشكل أو بآخر على المدى القريب والبعيد في تضرر هذا الهرم. التحديات اللي نصادفها كمصورين لهذا المجال تحديات كثيرة. أول تحدي نظرة المجتمع لهذا المجال، لهذه الأعمال، لهذه الصورة. أول انطباع، أول ردة فعل من الشخص يوم تقول له أنا مصور، مصور شو؟ مصور حشرات. رب العالمين ذكر في كتابه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها. فإذا رب العالمين ضرب الأمثلة في النجوم، في الشمس، في القمر، في الجبال، في الأرض، في السماء، ولا يستحي رب العالمين أن يضرب مثل حتى في الباعوضة، واللي هي ذكرت الباعوضة بحكم أنها تعتبر من أحقر المخلوقات، ولكن تعتبر إعجاز، تعتبر إعجاز لنا كبشر. فما فوقها دلالة على إما فوقها في الكبر أو فوقها في الصغر، لأن على الأيام السابقة ما كانوا يعرفوا الأشياء الدقيقة الأصغر من هذه الأشياء، فانذكرت الباعوضة. ومع ذلك نصادف هذه الوجوه في أغلب الأحيان، الاستغراب، التقزز، نوع من الإشمئزاز. والأسباب، الأسباب قد تكون عناد شخصي، بمعنى صادفت بعض الأشخاص، لا يختلف أن العمل جميل، بس حتى وهو معتمد أن العمل جميل يتم يعتبر أن هذا الشيء استحقار، شيء مغزز. فالتحديات عندنا كبيرة،
عمليات الاستغراب بعد موجودة. أذكر في بدايتي يوم بديت أصور في الماكرو، تعمدت في أغلب الأحيان أن أصيد الحشرات من مناطق بعيدة نسبياً وأجيبها عندي للبيت. فواحد من المواقف الطريفة اللي ذكرتها سابقاً أنه كان أول موقف معي مع الوالد، عندما سألني وين صاير؟ صاير أصيد نملة. طيب هنا عندك نمل؟ لا، أبا نملة معينة في المنطقة الفلانية. وهذا شو الفرق بينهم؟ لا فرق كبير، بس وين المسافة؟ المسافة تقريبا ساعة إلا ربع. صرت لقيته، صدته، جبته، صورته. اليوم الثاني سألني وين صاير؟ برجعها نفس المكان. في شيء ولا لا؟ رجع. طيب حطه هنا، لا حرام بتموت، مو بقريتها، مو ببيئتها. فهنا في نوع من الاستغراب، من الاستهجان. السبب الوعي. صح اقدر اخذ الشيء، اقدر اصوره واقدر احطه في اي مكان، بس بتموت هذه الحشره. ف واجب مثل ما أخذته، سواقة ساعة إلى ربع وتأخذه من المكان ترجعه في نفس المكان، ما فيها أي مشكلة. أنت في النهاية أخذت مبتغاك، صورت اللي تبغاه، تفضل رجعه. مع الوقت صارت التحديات أكثر، خاصة أن بدايتي يوم بديت الماكرو كان المجال بعده مو بناضج، قلة هم اللي يصورون الماكرو، ما كان عندنا الستاك، ما كان عندنا التفاصيل اللي تشفع نوعا ما لطبيعة الأعمال اللي أنت قاعد تنتجها. فأغلب الناس يسألون أنت شريت المعدات بالتكلفة الفلانية عشان تصور هذا الشيء؟ يس. سؤال ثاني، طيب خلاص صورت، يلا متى تحول مجال ثاني؟ ما بحول، أنا اخترت هذا المجال عن شغف، عن فضول، عن تحدي، استكشاف عالم مجهول ما عمري شفته، وفي نفس الوقت اكتساب معلومات. ما توقعت أني مع الوقت تصبح عندي خبرة في هذا المجال. فليش أتوقف؟ شو السبب اللي يسبب ان اتوقف؟ هل نظرة المجتمع، هل ردة فعلهم كافية ان توقف عن هذا الشيء؟ ما اظن. واحدة من التحديات الثانية خارج نطاق نظرة المجتمع الريسورسز، المصادر. للأسف نسبة كبيرة من مصورين الماكرو يفتقدون احد العوامل المهمة في عرض صورهم، المعلومات المرتبطة بالكائن المعروض. ما فيها حرج ولا عيب أنك تذكر أن الحشرة غير معروفة. العيب والحرج أنك تذكر أن هذا الشيء خلاف عن الشيء اللي أنت عارضه، إذا أنت ما قمت بواجبك الصحيح البحث. والأدهى إذا اخترع الاسم من رأسه، البعض عشان يتخلص من هذا الشيء يختار الاسم اللي يشوفه مناسب ويحط الاسم وعرضه. نوعا ما عنده طمأنينة وضامن أنه بالضبط ما في عدد كافي من الأشخاص الملمين في هذا المجال اللي يقدر يرد عليك ويقول لك هذا الجانب خطأ. وللأسف صادفت خلال مجالي حتى بعد عملية تصحيح الصور يصر البعض على الاسم الخاطئ، مو بجدال،
فقط إصرار عشان ما ينحرج مثلا من متابعينه أو ينحرج من أي شيء، وبعد فترة أحصل الرد انحذف ردي. إذن في هذه الحالة شو المغزى؟ شو الهدف من التصوير؟ مجرد أرقام للمتابعين وأعداد، أم عندك أنت هدف تبغى توصل له في النهاية، وهذا الهدف علمي تراوي الناس هذه المعلومات اللي ما كانت عندهم ولا كانوا يعرفونها بطريقة سليمة وطريقة صحيحة؟ هذه واحدة من الأشياء ده. من حسن الحظ واحدة من أهم المراجع الموجودة في الدولة مجموعة من المجلدات، 5 مجلدات، كل مجلة تقريبا حوالي 600 إلى 800 صفحة، تختص بالحشرات الموجودة في بيئتنا وبشكل دقيق جدا جدا جدا. ربما المادة اللي داخل هذه المجلدات مو بسهلة لنا كأشخاص غير معنيين في علم الحشرات، حتى كمصورين تعتبر المادة ستيل صعبة. علم تصنيف الحشرات مختلف عن بقية الأصناف الأخرى، بمعنى إذا بتكلم الحين عن الفرق بين أنواع الفيلة، مثلا الفيل الآسيوي أو الفيل الأفريقي، عندي يمكن نوعين، والاختلاف بسيط، ربما اللون، حجم الأذان، واكتفينا. لما نتكلم على تصنيف الحشرات الوضع مختلف تماما. عادي جدا وطبيعي أن تلقى واحدة من الحشرات تشبه الثانية بشكل 100%، بحيث أن تقول هذا اسمها وهي نوع مختلف. احنا نتكلم على مئات إذا ما كانت من آلاف الحشرات المتشابهة، والاختلافات تكون شيء بسيط جدا 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 جدا، إلى درجة قد تصل إلى الفرق في خطوط تشكيلة الجناح، بمعنى العيون متشابهة، الوجه متشابه، الحجم متشابه، اللون متشابه، الجناح هذا زجزاجي والثاني مثلا خطوط ومن ثم زجزاجي، هذا الخط الزايد اختلف، اختلف تماما. كنت على تواصل في فترة سابقة مع مجموعة من الجامعات اللي كانت تساعدنا، أنا ومجموعة من المصورين داخل الدولة في عملية التصنيف. ما تتخيلوا متطلبات الصور كي يتم التصنيف هذه الحشرات. صورة أمامية للوجه، صورة أمامية للأرجل الأمامية، صورة جانبية كاملة للحشرة، صورة علوية عشان يشوف شكل الجناح. وبعض الأحيان قد يطلبون مثلا صورة من الجزء الخلفي من الحشرة وغيره 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 غير. احنا ما تكلمنا حتى الآن، هذه مجرد صور، عدا عن الألوان، عدا عن شيء. فالموضوع صعب جدا، بمعنى قد تصادف كمصور ماكرو نوع من أنواع الحشرات وتصورها صورة لا تعني هذه الصورة إلمامك بنوعها أو باسمها العلمي، ربما اسمها الشائع الكومون نيم بس مش الاسم العلمي. فهذه واحدة من التحديات الكبيرة جدا اللي صادفها. طبعا المجلدات من الداخل تحصلون مثل هذه التفاصيل، بتشوف ان التفاصيل واصلة الى اجزاء صغيرة جدا جدا جدا. زين، قرون الاستشعار، احجام، فهذه الاشياء في غالب الأحيان تكون مفيدة لنا كمصورين، وقد تكون في بعض الأحيان الأخرى غير مفيدة لسبب واحد، أن بعض الأعمال تكون مصورة عن طريق أجهزة السم أو المسح الإلكتروني، ليست أجهزة تصوير فوتوغرافية ضوئية، وبالتالي انعدام الألوان. فهذه واحدة من
التحديات اللي تصادفنا كمصورين. بعض التحديات الأخرى اللي كذلك نصادفها واللي واجهتها على أشدها في بداية تصويري في الماكرو، انعدام أدوات الماكرو في السوق. Can you hear me? Oh, okay, maybe it's just unplugged. Okay, so I'll just repeat it for you. واحدة من المشاكل اللي واجهتنا أو واجهتني شخصياً في بداية تصويري الأدوات، انعدام الأدوات في السوق. كمصور لاندسكيب بتحصل الأدوات، كمصور بورتريه بتحصل أدوات بالستوديو، كأي مصور ثاني بتحصل أدوات متوفرة. للأسف واحدة من المجالات المظلومة نوعا ما، وما ألوم يعني الشركات والمحلات هذا الشيء، لأن في انعدام في الانجذاب لهذا المجال هي أدوات الماكرو، عدا أن بعض الأدوات discontinued انعدمت من السوق، لم تعد الشركة المنتجة الأصلية تنتجها بالأساس. بيلوز الأوبجيكتيف من شركة نيكون انعدمت هذه الأشياء. مثل هذه الأدوات يمكن توصل أسعارها أرقام خيالية، أرقام خيالية، لأنها أصبحت ضمن الكوليكترز، مو ضمن الأدوات اللي يمكن يتم استخدامها. بنتكلم عن هذه التفاصيل إن شاء الله كلها في السلايد الخاص بالأدوات، واحد واحد بنتكلم فيه، بس هذه بعد واحدة من الأشياء اللي تصادفنا. تحدي آخر، التعامل مع الحشرات. أكثر الأسئلة اللي تصادفني من قبل المتابعين أو من قبل المصورين، وين لقيت هالحشرة؟ وين تحصل هذه الحشرات؟ كيف تقدر تصور هذه الحشرة؟ طيب، عملية التعامل مع الحشرات بهدف تصويرها يعتمد على خبرتك مع نوع الحشرة نفسها. كل حشرة لها طبيعة مختلفة، مثل ما ذكرت عندنا حشرات خجولة، وبالتالي يفترض أن ما أقترب منها بالطريقة اللي تسمح لها أنها تهرب مني. عندي بعض الحشرات الأجريسيف، لا تعني الشجاعة أني أقترب منها لين ما أحصلها في وجهي. وهلما جرى مع بقية أنواع الحشرات الثانية. واحدة من القصص اللي صادفتني خلال عمليات التصوير كمصور ماكرو مختص بالحشرات، عندي نوعين من أنواع التصوير. التصوير الفني اللي بالغالب يعرض لكم ويعرض في الساحة ويعرض في السوشيال ميديا، وعندي التصوير التوثيقي اللي احتفظ فيه لنفسي أو احتفظ فيه كمرجع لبعض الدراسات أو لبعض زملاء المهنة. بمعنى قد يسألني أحد الأشخاص هذه الحشرة وين أقدر ألقاها؟ طبيعي لازم تعرف نوع مثلا البيئة اللي تحتاجها هذه الحشرة، نوع النبتة اللي تحتاجها هذه الحشرة، نوع الأزهار اللي تتكاثر فيها هذه الحشرة. فهذه الأشياء تسهل عملية البحث عن الحشرة المنشودة. في بداية تصويري هذه الفراشة لاين بترفلاي ثلاث أسابيع كاملة أحاول ألتقط صورة واحدة توثيقية. صورة توثيقية بمعنى أنا مو مهتم تكوين الصورة ولا الزاوية ولا لون ولا أي شيء، بس يهمني أن على الأقل وثقت أن هذه الفراشة موجودة
عندنا 3 أسابيع، والسبب أن الفراشة سريعة جدا جدا، خلال ثواني أشوفها في نهاية الروم طارت هناك. طيب، وعلى هذيك الفترة كاميرتي ما كانت تسمح 3 صور في الثانية الوحدة، هي هناك توني بقول بسم الله صارت هنا وبعدني أنا قاعد أدورها مختفية من سرعتها. في تشالنج، صدفة في يوم من الأيام في نفس الحديقة اللي دائما أسير لها أبحث عنها لقيتها على وحدة من الأزهار وصورت أول صورة. فرحتي ما كانت توصف، أخيرا واحدة من التحديات والتشالنجز اللي قدرت أنهيها بنجاح. صدف سبحان الله نفس اليوم في الليل أثناء مشي في الحديقة نفسها أشوف الحشرة واقفة قدامي، أشوف الفراشة أمامي. تفاجأت، لا طارت لا تحركت ولا خافت. أمسك التليفون، فلان بسرعة هات كاميرتي من البيت بسرعة، شوفي هات الكاميرا بسرعة من البيت. حالة طارئة بالنسبة لي، بقدر أخذ الصورة المثالية لهذه الفراشة. ربع ساعة والفراشة مكانها، وصلتني الكاميرا، وصلت صورتها، اقترب صورة صورة صورة، لاحظت أن الفراشة ما تتحرك، الفراشة ميتة، الفراشة مريضة، فيها شيء، ما عندي أي فكرة. قمت أتمادى شوية، أكسر الأغصان شوية بحيث أني أرتب منظور الصورة، كسر الغصن هذا، شيل هالورقة، صار عندي خذ الصورة، بعدها الفراشة مكانها، الفلاشات مو مضايقة تنها. زين، جتني الجرأة أني أكسر الغصن وعليها الفراشة بعد ما تحركت. تعمت وأخذت الفراشة معي في البيت وهي ما تتحرك، أخذت الفراشة إلى عندي البيت. هذه صورتها، هذه الصورة اللي طلعت فيها تصوير البيت، والفراشة حية. تفاجأت أنها حية، أنا على بالي أنها حتى كانت يمكن ميتة أو فيها شيء، فراشة حية. من بعد هذه الحادثة اكتشفت شيء بسيط، لازم تفهم طبيعة الحشرات على أساس تقدر تصورها. الفراشات، حد فيكم شاف فراشة تطير في الليل؟ بالضبط، نحل يطير في الليل، دبابير تطير في الليل؟ لا، إلا إذا كان في إزعاج لنا متعمد بحيث أنه نحركها من سباتها. بس بالعادة هذه الحشرات نهارية، بمعنى أفضل فرصة لنا لتصويرها في الليل. الحشرات ساكنة، تحتاج كمية إضاءة مناسبة. متى ما توفرت الإضاءة المناسبة، وهذه الإضاءة غير مناسبة، لازم أشعة الشمس، متى ما توفرت هذه الإضاءات المناسبة قدرت تكمل حياتها، تغذي، تكاثر، غيرها. فإذا هذه أول شيء نفهم هذه طبيعة الحشرات. النقطة الثانية، بعض الحشرات اللي تكون أجريسيف مثلا، أو خلينا نتكلم عن النحل. صورة ثانية، فريز للنحل، هذه كانت بالطبع أسهل بكثير من الصورة السابقة، لأن اللوجيك مالها والمنطق كان أسهل. النحل يحتاج زهر أو ورد، خليك قريب من واحدة من مجموعة الزهور، بتجيك النحلة وخذ الصورة اللي تريدها وعيد المحاولة.
فكان الموضوع أسهل. فمتى ما صار عندك نوع من الفهم لطبيعة الحشرات صار عندك مجال أكبر أنك تقتنى الصورة المناسبة. واحد من العناكب الليلية اللي صادفناها في ماليزيا خلال سفرتي الأخيرة كبرت تقريباً بحجم الكف. شكله مخيف، حجمه مخيف، كل شيء مخيف. حتى أنا كشخص متعود على هذا المجال أترك لنفسي مجال أنه ما أستفزه أكثر من اللازم، فأترك مسافة كافية. طبيعة الحشرات من حشرة لحشرة تختلف، وفي نفس الوقت نفس هذه الحشرات بعض الأحيان تشوف حشرات وصلت لمرحلة الهجوم. الموضوع ما في مزح، أتركها واكتفي باللي صورته أو اكتفي باللي أخذته، أو حتى إذا ما أخذت شيء أتركه في مجالها، لأن في بعض الحشرات اللي هي من طبيعتها أنها تكون عدوانية هجومية، ما بتتردد أنها تهجم، ما بتنتظرك إلى أن تقترب منها عشان تهجم، بالعكس هي بتهجم حتى لو أنت واقف مكانك. طبعا العنكبوت هذا أسم عنكبوت على وجه الأرض، البرازيليان واندرينج سبايدر، الحمد لله موجود فقط في البرازيل، ويطلقون عليه بعد عنكبوت الموت بنانا سبايدر، لأنه عادة يحصلوا مع شحنات الموز. فيزيكال تشالنجز، التحديات الفيزيائية اللي نصادفها كمصورين. بنتكلم على الديبث اوف فيلد، وهذه واحدة من المشاكل الكبيرة اللي تصادفنا في مجال الماكرو، من أكبر المشاكل اللي تصادفنا. الفايبريشن، الاهتزازات، عدو لدود على الأقل لي أنا. حجم الحشرات، مو بكل الأحجام مناسبة للتصوير، بعضها تكون فيها تحدي كبير إنك تصورها. نسبة التكبير diffraction أو الانكسارات الضوئية، والminimum focus distance أقل مسافة اقتراب focus من العنصر. واحدة من الصور اللي التقطها في سنغافورة لأحد العناكب، مثل ما تشوفون الدبث فيلد كان على F5، ونسبة كبيرة من العنكبوت مختفية، أقدامه، الخلفية، الأمامية. الصورة لا ترضي غرور أي مصور، لا تشبع غروره. هذه الصورة مو بكافية أن أطلع بهذه الصورة. بزيادة الدبث فيلد نقدر نشوف أنه قامت تظهر تفاصيل أكثر للعنكبوت. في نفس الوقت قام يظهر عندي البوكيه للباك جراوند بزيادة بعد نسبة الدبث اوف فيلد. صار عندي تفاصيل أكثر، وفي نفس الوقت صار عندي مشتتات أكثر للتصوير. طبيعة أو الحل لهذه الأشياء بنتكلم عنه. الدبث اوف فيلد بالعادة علاقة طردية، كلما زاد عندي نسبة التكبير، أو عفوا علاقة صح طردية، كلما زادت عندي نسبة التكبير زاد عندي الدبث اوف فيلد، صار عندي أقل أضيق. فعلى نسبة تكبير مثل هذه لا بأس بكمية التفاصيل، بس على نسبة تكبير أكبر هذه نسبة التفاصيل اللي أقدر أشوفها فقط. كبر الصورة، تخيلوا هذا
أي أن خلال لحظة التصوير أنا ما أعرف شو هي النتيجة النهائية وما أعرف شكل الكائن أمامي كيف، لأن هذه الصورة الطبيعية. عملية الاستاك تحتاج مجموعة من الصور، 30، 100، 200، 300، 400 صورة، على أساس أنك تطلع بصورة واحدة. وهذه ما تكلمنا على واحدة من التحديات، هي مجموعة الصور، أخذ مجموعة كبيرة من الصور وعملية دمجهم كذلك تحتاج نوع من الذكاء للسوفتوير المستخدم، للبرامج المستخدمة، بحيث أنها تقدر تدمجها بطريقة صحيحة. بنشوف واحدة من التحديات اللي بعد شوية إن شاء الله. والتحدي الأخير هي مسألة الاحتفاظ بهذه الأعمال الغير مجمعة، بمعنى بعد خروجك بالنتيجة النهائية هل سوف يتم الاحتفاظ بالأعمال الأساسية نفس هذه أو بيتم التخلص منها؟ وإذا تم التخلص منها ربما بعض الجهات تتطلب منك الحصول على هذه الملفات. فعندنا تحديات كمصورين حتى كمجال العلمي أو مجال المسابقات أو غيره. الاهتزازات بعد واحدة من المشاكل اللي تصادفنا. طبعاً ما عندنا أي مشكلة إذا كانت عملية عرض الصور مقتصرة على الوسائط أو المواقع الاجتماعية، لأن في النهاية أحجام الصور أحجام صغيرة دقيقة، ما حد بينتبه لهذا الشيء. حتى بإضافة شوية من الحدة والشاربنس تغلبنا على المشكلة. فهذه الصورة صورتين تم أخذهم، ربما للبعض يقدر يعرف الصورة اللي فيها حدة أكثر عن الثانية، بس بشكل عام الفكرة أن كل ما تصغر الصورة كل ما تختفي الفروقات بشكل كبير. بينما في حالة أنك حبيت تقدم الصورة لجهة علمية أو حبيت تطبعها أو تشارك فيها في مجال بتفاصيل، بتكون هذه النتيجة المعدومة من التفاصيل، خلي من التفاصيل، هذا العمل مرفوض. كمصور ماكرو هذا العمل مرفوض. بالعادة نحاول ناخذ أكبر قدر من التفاصيل نقدر عليه. كيف نقدر نتغلب على هذه الأشياء؟ نتكلم عن الترايبود، نتكلم عن الريموت، بنتكلم عن بعض خصائص الكاميرات المهمة اللي تساعدنا على تقليل هذه الاهتزازات. أحجام الحشرات بعد. حشرات ذوات الحجم الكبير ما أظن أن عندنا أي إشكالية في عملية تصويرها، لدرجة أن ربما بعض الحشرات مثل هذا الحجم نقدر نأخذها بعدسة عادية، ما نحتاج إلى عدسة ماكرو. بس عندما نتكلم على حشرة صغيرة مثل ذبابة الفاكهة هذه، إحنا نتكلم على الحجم الكلي 3 مليمترات وحجم الرأس أقل عن مليمتر. خلال عملية التصوير يتم تقسيم المليمتر إلى 1000 قسم نانوس، كي يتم فقط أخذ الرأس والخروج بصورة واحدة في عمليات الاستاك. فهذه واحدة من التحديات الكبيرة خلال عملية هذا التصوير. أقل اهتزازة واحدة العملية تنعاد من البداية، لأن مثل ما شفنا قبل شوي كانت depth of field الحجم صغير جدا، فأقل اهتزازة عادة تطلع إلى منطقة مختلفة تماما. خيروا هذا الحجم 3 مليمتر فقط. حد يقدر يقول لي شو الغريب في هذه الصورة؟ Anyone؟ شكل الحشرة؟ Else؟ Okay, the leaves.
What else? توزيع الفوكس. What else? جناحه، عينها، فوق راسه. لا هذه عين، عين ضوئية. أوكي. طبعا احنا كنا قاعدين نتكلم على سايتو انسكت، فأي شيء مرتبط بالورقة، مرتبط بالجناح، مرتبط بهذا الشيء خارج. مثل ما قلت لكم عندنا تحديات في تصوير الحشرات وهي أحجام الحشرات، وهذا واحد من الأمثلة اللي تقدر تشوفوه كتحدي. اللي ما فهم بوضح لكم الصورة مرة ثانية. صورة بالماكرو ومكبرة لحشرة صغيرة. تخيل إحدى ذباب الطفيليات موجودة تحت الحشرة. فالتحدي كبير جدا في عملية التصوير، جدا كبير. بازوكا. المصورين الماكرو الموجودين في القاعة، اسمحوا لي أسألكم، أنتم تعرفوا اسم هذا القطعة الموجودة في النص؟ extension. حلو، extension tube. extension tube بنتكلم عنها، هو بس سؤال يسبق وقته. إذا ضفنا الاكستنشن تيوب، هذا سؤال خارج يعني نسق المحاضرة، بس أبغى أشوف المعلومات العامة. إذا ضفنا اكستنشن تيوب ما بين العدسة والكاميرا، هل بتزيد نسبة التكبير؟ تكبر. يأثر؟ مو مشكلة، خلينا على كلمة التكبير. وإذا ضفنا بعد زيادة؟ تغترب أكثر وتكبر. قمت تتردد. نفس الحجم تكبر. طب حاليا هذه حلقتين، يعني ثلاثة حلقات مع بعض مجموعة، وهاي ممكن ثلاثة بغض النظر. طب وإذا زدنا بعد؟ اللوجيك يقول إنه كل ما نزيد كل ما تزيد نسبة التكبير. فإذا إذا زدنا بعد، ما أتكلم عن الإضاءة، أتكلم على نسبة التكبير. بتزيد نسبة التكبير؟ طيب. أرد وأقول، هنتكلم على المسافة، على الإضاءة، على كل شيء، بس السؤال إنه نفس هذه الأشياء، هذا واحد من المصورين اللي يصورون مفتخر بهذا الطريقة، ولكن على حساب شو؟ على حساب الكواليتي أكيد، على حساب الحدة. عندنا في الماكرو بعض المعايير المختلفة عن بقية مجالات التصوير. واحد منهم فتحة العدسة الأبرتشر. عندما أصور منظر طبيعي على F14 still it's F14. إذا صورت بورتري على F4 it's F4. في الماكرو كافتراض إذا صورنا على F16 ونسبة تكبير 5x it's F96. طبعا كل عدسة حسب ما تعرفون لها السويت سبوت، وهي السويت سبوت هي
الابرتشرز او مجال الابرتشر اللي تكون العدسه احد ما يمكن لانتاج التفاصيل. بمجرد خروجك لهذا الشيء، بمعنى بمجرد خروجك من الاف 8 اف 11 وبديت توصل الى اف 16 اف 22، حده الصوره تضيع بسبب الدفراكشن اللي بنتكلم عنه. ونفس الشيء في هذا الموضوع، كل ما يزيد عندك نسبه الدفراكشن بشكل كبير، بحيث انك اولموست انت الصوره معدومه. هذه نتيجه من نتائج الصور. وين الفوكس؟ الفوكس موجود للعلم، الفوكس موجود، بس نسبة الدفراكشن عالية جدا، بحيث انه اصبح الشارنس بلاري بالشكل غير مقبول. فهذه واحدة من النتائج اللي لازم نعتني فيها ونهتم فيها، وهذا السبب الرئيسي اللي يدفعنا ان نستخدم اساليب تقنية مختلفة مثل الفوكس ستاكينج. نتغلب على هذا الشيء، نبقى في مجال السويت سبوت وناخذ مجموعة صور، ومع عملية الدمج نطلع بصورة حادة جدا وما عندنا هذه المشاكل. هذا نفس الشيء، صورة لمجسم، حابين ناخذ صورة بالسويت سبوت 5.6، وعندنا نسبة اوت اوف فوكس او موب اوت اوف فوكس بلر، وحابين انه يكون ويذن الفوكس، ويذن الدبث اوف فيلد مالنا. فخذينا اف 22، اتس فاين، اتس سبوز تو بي فاين، المفروض انه يكون ممتاز. بس بمجرد ما نكبر لاحظ التفاصيل مقارنه بالتفاصيل الثانيه. حتى اذا ضفنا حده او شاربنس، بعد التفاصيل معدومه. عكس هذا الشيء، اقل نسبه حده تضاف للصوره تختلف عندنا الصورة كليا. minimum focus distance، أقل نسبة اقتراب على أكبر نسبة تكبير نقدر نوصلها. بتكبير 1x عندنا هذه المسافة، وبتكبير 1x تختلف المسافات من عدسة لعدسة، وبالتالي يصير عندنا مفهوم أكبر لطبيعة العدسات المستخدمة بيست على أو بناء على طبيعة الحشرة أو نوع الحشرة المحتاجينه. مثلا الحشرات الأجريسيف العدوانية والفراشات، وين الأفضل؟ نصورها من أي مسافة؟ القريبة ولا البعيدة؟ البعيدة، بحيث ان نترك لها مجالها، ما نتدخل في شؤونها، وبالتالي ناخذ الصوره اللي نحتاجها. فاذا تترك لنا مجال نفس هذه العدسات مثلا لنكن 200 ملم، حوالي نص متر من السنسر. فاذا صار عندنا مسافه نص متر بين من السنسر الى الكائن المراد تصويره الى الفراشه. بينما تخيلوا اذا بصورها بال 50 mm، انا ما اقول انه مستحيل، بعض انواع الحشرات ممكن هذا الشيء، يمكن التحدي اكبر، بس في النهايه الاقتراب مالها كم؟ 20 سنتي، يعني الفراشه هنا وانا هنا. طبيعي هذا الشيء بيضايقها وبيمنعها ان تبقى في مكانها. تكنيكال تشالنجز، وهنا بنبدا ندخل في تفاصيل الكالرز الوايت بالانس. واحدة من المشاكل اللي دائما نصادفها والمهمة جدا جدا في عملية تصوير الماكرو، بنتكلم سبب هذا الشيء. اللايتنجز، فوكس ستاكينج، ريفليكشنز. بعض الصور يكون فيها الفوكس ممتاز، التكوين ممتاز، الإضاءة ممتازة، بس خلل بسيط في عملية التصوير، وبسيط لأنه يمكن إصلاحه.
يأثر على جودة الصورة بالكامل، ربما مو بجودة الصورة، ربما يأثر على اسم المصور كمرجع علمي. تخيلوا معي يوم أقول لكم نمر لونه أحمر أو نمر لونه وردي بيك بانثر مرفوض، بعيد عن الطبيعة، عمل متلاعب فيه، انتج لك شيء مختلف تماما، لدرجة ان احنا وصلنا لمرحلة نشك يوم نسمع انه في اسد ابيض، لان الصورة احنا عارفين كيف هذا الحيوان. مشكلة الوايت بالانس بالكاميرا لدى بعض المصورين انه ياخذ الصورة ويكتفي بالالوان الظاهرة من الكاميرا كالوان صحيحة. في علم الحشرات اقل لون بسيط، لون واحد يكفي أن يحول الحشرة من نوع إلى نوع آخر، لون واحد. بافتراض أن عندنا فراشة فيها 5 ألوان، واحد منهم أحمر صار برتقالي، تحولت نوع مختلف. تخيل أنت تصور في منطقة أو في دولة فيها نوع واحد، وفجأة قدمت للعامة أن عندنا نوع ثاني بلون مختلف. أول ناس بينجذبوا لهذا الموضوع الناس المختصين في هذا المجال، ربما جهات بحث، لابس، هيئات. تخيل إحباطهم يوم يعرفوا أن هذه الصورة خطأ، شو اللي بيصير على اسمك كمصور؟ إكس. هذا الشيء وايد مهم. العملية بسيطة جدا يا جماعة، دائما اهتموا لموضوع الوايت بالانس، مسألة تصحيح الألوان. ما في ألوان أزرق، ما في ألوان أخضر، تأكدوا من الألوان، يبان عندكم، لازم يكون عندكم لون أبيض مطلق أبيض. عملية بسيطة تقدروا تتأكدوا فيها، it's not يعني the perfect method، مو بالطريقة الأنسب 100%، بس تقدر تتأكدوا منها من الفوتوشوب نفسه. عندكم 3 خيارات: اوتو تون، اوتو كونتراست، اوتو كلار. عادة دائما جربوا بالاوتو كلار، نيو سلايد، لاير نيو، وجربوا بالهذا. وهذا الشيء احنا نتكلمه مو بس على الماكرو، في كل المجالات، كل انواع التصوير تحتاجون هذا الشيء. يفضل دائما تحطونه ك سلايد منفصل او شريحه منفصله او طبقه جديده. والسبب انه بعض الاحيان التغيير اللوني اللي يطبق البرنامج يكون قوي، يكون اكستريم، فتحتاج انك تخففه ليتر اون، تخليه 10% 20% وتوصل للنسبه الصحيحه. مو بشرط ان هذا دائما يكون الشيء صحيح، بس طريقه مساعده. وانا كنت افضل دائما المانوال في حال انك كنت متمكن من التغيير اللوني. اللايتنج، أنا أحب هذا العمل لأني ما قد سألته مرة إلا ودائما الناس يخطون فيه. كم عدد الألوان الموجودة في جناح الفراشة المعروضة؟ كم؟ شو هي الألوان؟ بني، غير أسود، أبيض، أبيض وأسود. ما أتكلم درجات، أتكلم على ألوان مطلقة. نقول أصلاً. طيب. أوكي. بكل بساطة، الحشرات بعضها أجسامها أو أجزاء من أجسامها تكون متأثرة بشكل كبير بعمليات الإضاءة وانكسارات الإضاءة عليها. بعضها تكون نفس فكرة فقاعة الصابون، thin film interference. شفتوا فقاعة الصابون شفافة وفيها إضاءة أو فيها ألوان، ومتى ما شفتها من أي زاوية تختلف الألوان، تختلف الانكسارات فيها.
نفس الشيء بعض الحشرات تشوفه لون بكل الزوايا لون، بمجرد ما تحدد مصدر إضاءة مختلف عن المصدر اللي أنت قاعد تشوفه تنتجت ألوان مختلفة. طلع لك من الأخضر، طلع لك أحمر، أصفر، أزرق، كل الألوان اللي أنت ما يخطر على بالك أن هذه الألوان موجودة. فهذه الحالة سلطنا إضاءة بجزء بزاوية معينة على الجناح وطلعت هذه الألوان، وتفاجأت فيها واحتفظت في الصورة لأن مو بهذه الألوان الحقيقية للجناح. جربت الإضاءة خلفية نفس الشيء، الإضاءة الصحيحة شيء بسيط جدا تختلف معنا النتائج بشكل كلي من هذا الشكل إلى هذه الفراشة. تعمدت أني ما أعدل في الألوان، ما أعدل الظلام شيء بحيث أني أحتفظ مجرد فقط تغيير زوايا الإضاءة. فالإضاءة وايد مهمة، هذا على تسليط الإضاءة. ونتكلم على بعد نقطة جدا مهمة، موضوع تشتيت الإضاءة أو الديفيوزينج. الصورة مقسومة مثل ما أنتم شايفين إلى مصدرين للإضاءة. هنا إضاءة سوفت مشتتة ناعمة، تقدر تشوفوا طبيعتها، ما ضيعت لي أي تفاصيل، الألوان موجودة، الألوان موجودة، كل الألوان موجودة. الإضاءة الثانية طبيعية من غير أي مشتتات، من غير أي ديفيوزرز، إضاءة هارش حادة، وهذه النتيجة تفاصيل معدومة، في ديتا ضايعة، بيانات ضايعة من الألوان. فعملية التشتيت دائما جدا مهمة في هذا المجال كمجال فني وحتى كمجال علمي، انك تطلع الصورة صحيحة بألوانها الصحيحة. الفوكس ستاكينج، واحدة من المشاكل التقنية الخاصة بالفوكس ستاكينج واللي نصادفها للأسف، هذا جزء من العين من راس نوع من أنواع الذباب. الصورة مكونة من 216 صورة، ومثل ما تشوفوا صار في عملية تداخل للشعيرات الخلفية مع العين. بعض المصورين يكتفوا بهذه النتيجة باعتبار أن هذه النتيجة كافية، وهذه النتيجة خطأ. عملية الإبيضاض هذه هي عبارة عن مشتتات خلفية، نفس الشيء مع الشعيرات المداخلة. بزيادة عدد الصور تشمل الجسم الخلفي مع جزء من الجناح، تشوفوا أنه صار عندنا تداخل أكثر. الصورة بهذا الشكل خاطئة يا جماعة. يفترض بهذه الحالة دائما عملية البارشل ستاكينج أو الستاك الجزئي، بحيث أن ناخذ جزء معين بعد، يعني إذا خذينا الصورة كاملة بعد ما نخلص وننتهي من العمل ناخذ جزء فقط للعين قبل ما الكاميرا توصل إلى الجزء الخلفي وتبدأ تداخل مع الجزء الأمامي، ونقوم بتطبيق الاثنين. فإذا عندنا فوكس كامل، عندنا فوكس جزئي. واحدة من المشاكل بعد اللي نواجهها الشعيرات، شعيرات الحشرات. للأسف بعض الشعيرات تكون شفافة دقيقة صغيرة، تسمح أن الضوء يا أنه يتخللها أو يلف حولها ويجي، بالتالي تنعدم عندنا التفاصيل. هذا واحد من المشاكل. والمشكلة الإضافية أن عمليات الدمج في البرامج مو ذكية بحد كافي بحيث أن تقدر تدمجها بطريقة صحيحة. بعض الأحيان أوصل إلى نتيجة
معدومة، ما أقدر أني أكمل في نتيجة الصورة وأكتفي بنتيجة باسلة، وهذه واحدة من النتائج. التحديات مثل ما قلت، العملية مش دارك أن أصور أدمج وطلع الصورة، هذه واحدة من التحديات. صعب على البرنامج أن يفهم هذه الشعيرات مع شعيرات الأنتينة، مع الأنتينة نفسها، مع الشعيرات الصغيرة اللي طالعة من الأنتينة، فقال لي دبر نفسك، هذا اللي قدرت أطلعه، انتهى. شو الحل مع هذه الصورة؟ صعب. في حل وحيد بالعادة تسمح لي أني أتفادى هذه المشكلة، في حال كان عندي depth of field أكبر، بحيث أني أسهل على البرنامج عملية فهم ودمج الصور، بحيث أنه بدل ما يكون مثلاً الصورة هذه نسبتها، لا تطلع لي هذه الصورة، والصورة الثانية بتكمل لي على الصورة الثانية والثالثة، فعملية الدمج صار أسهل شوية، ربما تصير بعض الأخطاء بس قابلة للتصحيح، فهذه الحالة ليست قابلة للتصحيح. لاحظت على بعض المصورين الماكرو وخاصة الفوكس تاكينج آلية ربما يعني ضررها مو بالشكل الكبير، بس في إمكانية للتحسين في عملية دمج الصور. بعض الأحيان تشوف إحدى المصورين أو إحدى المصورين مصور الرأس مثلاً ويقول لك عدد الصور تعدل 500 صورة أو 400 صورة، ليش؟ بالعادة في عندنا كالكوليشن معين نقدر نعرف بناء عليه عدد الصور التقريبية اللي نحتاجها لهذا الشيء، في حسبة ثابتة وفي حسبة تقريبية أسهل إذا ما تبغى تدخل في الفورمولا كاملة. هذه واحدة من النتائج اللي عادة نشوفها في عمليات الستاك، تم أخذ الصور كاملة، وهذه النتيجة خاطئة يا جماعة، لأن خلال عملية التصوير أي نسبة بسيطة للفراغات وعت عندنا الصورة، صار عندنا فراغ في الصورة النهائية، صار عندنا مجموعة من التفاصيل الضائعة اللي ما نقدر نعوضها. نوع ثاني من المصورين ويكمل وينتج عنده 400 500 صورة 600 صورة، عملية الدمج صعبة سواء على البرنامج أو حتى له هو شخصيا. هذا الشيء خطر لأن الأوفرلاب بين كل صورة وصورة كبير جدا، أنت ما تحتاج هذه النسبة، أنت تحتاج نسبة تقريبا فقط 10%، فقط هذه النسبة اللي تحتاجها تضمن أن حتى لو اهتزت الكاميرا أو تحرك العنصر أو بعدك أنت في السليم، في مجال أن الصورة الثانية تغطي الصورة الأولى أو الصورة الأولى تغطي الصورة الثانية، وهذا الشيء بعد مهم بالعادة في الورشات العملية. أوكي. طيب ناخذ بريك لمدة ربع ساعة إن شاء الله ونرجع نكمل المحاضرة. هلا هلا هلا، السلام عليك، شو اخبارك؟ صباحك الخير، الله يسلمك، شو اخبارك؟ طيب حبيبنا، شو اخبارك؟ السلام عليك، هلا سلام، يا مرحبا، هلا، الله يحفظك، الله يسلمك، يا مرحبا، حالكم؟ ها؟ اشوفه تبخر ورقد يا ريال. جديد؟ اشوفك قاعد تشخر يا اخوي. وعليكم السلام، يا مرحبا.
Okay, so everyone will come back. Okay, shall we? Okay, so a little brief what I was saying. Just we'll go quickly. المحاضرة كانت بالعربي صح صار عندي انزين بخصوص الفوكس ستاكينج تكلمنا عنه الطريقة الصحيحة والمثالية في عملية أخذ الصور للإستاك بترك جاب حوالي 10% من أساس الصورة وبالتالي نضمن أن في حالة الحركة في حالة الاهتزاز في حالة أي شيء غير متوقع في عملية الدمج الصورة الأمامية تغطي الصورة الخلفية أو العكس وبالتالي نضمن أن الصورة تكون كاملة واحدة من المشاكل اللي فيها تحدي كبير بعد في بعض الأجسام أو الحشرات اللي لها جسم عاكس ميتاليك نفسه مثل تصوير مادة القصدير أو الألمنيوم محاولة تصويرها يؤدي إلى انعكاس الإضاءة هذه واحدة من النتائج هنا هذا العمل بالذات كان تحدي كبير لأن لون الجسم بالأساس أسود وعندي الأجسام ميتاليك أو الشعيرات في هذه الحالة إما أني أضبط الوايت بالانس على الشعيرات وبالتالي خسرت لون الجسم كامل صار عندي أسود خالي من التفاصيل أو أني أظهر بعض التفاصيل وأتأقلم مع الانعكاسات الصادرة من الشعيرات فهذه بعض الحالات اللي نواجهها بعد كنوع من التحديات طيب. ربما هذا واحد من الأقسام اللي الكل مهتم فيه وبنتكلم وبنشرح أغلب العدسات إن شاء الله وبقية الأدوات المساعدة في الماكرو بنتكلم عن طبيعة الكاميرا بشكل طفيف العدسات الحلقات المفرغة المنفاخ الإضاءات مساعد الفلاش أو يسموه ذراع الفلاش والترايبود بعض المواضيع يمكن ناخذ فيها وقت أكثر من غيرها بحكم أن الأقسام الثانية أسهل وعامة للكل وأخيراً الريموت كنترول طبعاً عملية التصوير محتاجين لكاميرا بس بعض الكاميرات ربما تخدم مجال الماكرو بشكل أكبر من كاميرات ثانية ما نتكلم عن أنواع أو شركات نتكلم على خصائص هذه الكاميرات بالتالي يهمنا عادة في الكاميرا الخاصة في الماكرو واللي بتساعدنا في مجال الماكرو عندنا خاصية رفع المراية وهذا شيء بالعادة يكون موجود عادة في كاميرات الميرورلس أو الكاميرات عديمة المرأة الداخلية السبب في هذا الشيء أن عملية رفع المراية الداخلية بالعادة تسبب ضربة وهذه الضربة هي اللي تسبب اهتزاز خلال عملية التصوير عملية الميرور لوك أب تسمح لك أنك تتحكم بالوقت ما بين عملية رفع المراية الداخلية وعملية أخذ الشتر بالتالي أقدر مثلاً أضغط الضغطة الأولى طلعت المراية وبعدها بثلاث ثواني أربع ثواني الضغطة الثانية تم أخذ الصورة وبالتالي قللت أكبر قدر من عملية الاهتزاز الممكنة والداخلية أثناء أخذ الصورة
عملية الديلي شتر نفس الشيء، تأخير الشتر بحيث أنك تفتح الشتر الداخلي بضغطة زر وتنتظر الكاميرا وقت معين ومن ثم تسكرها مرة ثانية بعد أخذ الصورة. عفوا، عملية رفع المراية الداخلية مع الشتر تسمح أن الضوء يدخل بعد تخلص من الاهتزاز الصادر من المراية ومن عملية الشتر، وبعدين تقدر تسكرها نفس الشيء أوتوماتيكلي عكس الميرور بيك أب مانوالي. هذه الخاصية موجودة في بعض الكاميرات وقديمة نسبيا، وحاليا الخاصية المفضلة للمصورين الماكرو والمهمة أكثر السايلنت مود. في بعض الكاميرات تكون مدمجة مع خاصية EFC Electronic Front Curtain Shutter. هذا الاثنين عادة ما بقول غالبا بس في أغلب الأحيان تكون مرتبطين، يعني مرتبطات مع بعض. في حالة بعض الكاميرات السايلنت مود لوحده طريقة أخذه عن طريق اللايف فيو، بالتالي لازم نشغل الشاشة الخلفية ومن ثم يتفعل عندنا السايلنت مود. السايلنت مود للأسف مو بشغال من خلال الفيو فايندر. في بعض الكاميرات تم عملية الربط اوتوماتيكلي بين السايلنت مود والاي اف اس سي بحيث ان انستيد اوف او بدلا من ان تكون العمليه ميكانيكيه صارت العمليه الكترونيه. بدل ما تسمع صوت ضربه الشتر وعمليه تشغيل الشتر تشك تشك تشك، تصير سايلنت والكترونيه، ما تسمع لها صوت، تاخذ الصوره سكوت. هذا الشيء ما صار عندنا اي اهتزاز، معدوم الاهتزاز، وهذه تفيدنا اكثر ما يمكن في عمليات التكبير العالي. في عمليات الماكرو اللي تتعدى 1x 2x 3x ما عندنا اي مشكله في اي وحده من هذيلا. واذا ارتفعنا من عملية التكبير من تقريبا 3x إلى 6x 7x لا بأس بوجود فلاش يسوي لنا فريز أو تجميد للقطة يخفف عنا عملية الاهتزاز. بس في حالات التكبير الكبيرة 20x 10x 50x وطالع نحتاج بشدة هذه الأوبشن. عدا عن ذلك تقريبا لا يمكن أخذ صورة واضحة بحدة عالية من غير خاصية الـ EFCS. أغلب الكاميرات وأغلب البراندز المعروفة صارت تلبي احتياجات مصور الماكرو بشكل أو بآخر، وأصبحت تضيف هذه الخاصية بالإضافة إلى خاصية جديدة اللي هي الفوكس ستاكينج كنظام داخلي. سابقا كانت الكاميرات خالية مثلا من عملية التايم لابس، وبالتالي نحتاج ناخذ جهاز او ريموت خاص يسمح لنا ان نقوم بعملية التايم لابس في الكاميرات. مع الوقت اصبح هذا من ضروريات وخصائص الكاميرات، فاصبح سوفت وير مبني داخل الكاميرا يسمح لنا نصور التايم لابس. الشيء ذاته حاليا مع تصوير الستاك، تصوير الستاك بالغالب نحتاج لجهاز خارجي موتور يسمح لنا بأن الكاميرا تتقدم وتأخذ صورة عند فوكس ثابت في كل مرة. فأنا أخذ صورة هنا يتحرك الفوكس، أخذ صورة هنا أخذ صورة وأتم أخذ هذه العملية ويتم الدمج وأطلع بصورة واحدة. تحتاج أجهزة خارجية سواء مانوال ولا كانت أوتوميتد بنتكلم عنها إن شاء الله. بس حالياً مع هذه الكاميرا الأخيرة اللي انتجتها نيكون وهي أول كاميرا من نيكون مبني في هذا الشيء، موجودة هذه الخاصية ذاتية. طبعاً هذه
هذا الشيء بيتطور مع الوقت، بمعنى أن حتى هذه الخاصية غير ناضجة كاملة بحيث أن تغني عن الأجهزة الخارجية الخاصة بالستاك، بس تغطي احتياجات هامة جدا. ربما مع الوقت أو نوع من الحصر حاليا في هذه الخاصية أن تحتاج تكون عدسات متوافقة تماما من نفس الشركة مع الشركة المصنعة للكاميرا. مع تقدم التكنولوجيا نتأمل أن هذا الشيء ما بيكون مرتبط بالعدسات، ويكون في طريقة معينة لتحريك الموتور للعدسات الداخلية أو الموتور الداخلي في العدسات بحيث أنها تسمح لنا نأخذ الصور للساك إن شاء الله. وآخر خاصية بسيطة جدا في حال أن عدمت هذه كلها، وأبسط طريقة أنها تخفف عملية التايمر، على الأقل تضمن أنه ما يكون فيها ضغط في حال أنه حتى انعدام الريموت. فهذه الأشياء بسيطة جدا بس مهمة عندنا مثل ما ذكرت تقريبا أول ثلاثة، وبالأخص الرابع والخامس أو الثالث والرابع. اللينسس أو العدسات، العدسة الديفولت والمعروفة للكل، كل ما تسأل شخص عن عدسة يقول لك إما 100mm أو 105 على حسب البراند المستخدم. علما عندنا احنا رينج كبير من العدسات بدءا من 15mm وايد انجل فور ماكرو الى 200mm تليفوتو ماكرو زوم او تليفوتو ماكرو لينس. سوري، يتخلى لها هذا الرينج من العدسات، عندنا 180 150 190 85 60 وغيره. فدائما احنا مو مقتصرين بهذا العدسه الديفولت، وان كان كنت افضلها دائما كمبتدئ في هذا المجال يبدا بالعدسه القياسيه الرينج ما بين 90 الى 105، هذا دائما الرينج القياسي للماكرو. بقيه العدسات هذه اختلافها بحسب الاستخدام، مثل ما اتفقنا العدسات البعد البؤري فيها اطول تسمح لنا ان ناخذ صور لكائنات أبعد، ومو بشرط أنها تكون حشرات. أنا عندي واحدة من هذه العدسات واستخدمتها مثلاً في تصوير ثعابين، أعطاني مجال أني أدخل وأخذ التفاصيل اللي أحتاجها في نطاق الماكرو من مسافة آمنة أو شبه آمنة. 15mm تعطيني زاوية ألترا وايد أنجل، زاوية واسعة جدا لتصوير الماكرو. هذه العدسة جديدة في السوق، عمرها تقريبا سنة سنة وشوية. أهميتها تصوير الحشرة في بيئتها الطبيعية، بمعنى ما نقتصر على تصوير الحشرات في هذا الرينج من 40 إلى 200 تقريبا، دائما يكون عندنا عزل. هنا بتسمح لنا أن نصور الحشرة مع بيئتها كاملة تكون ظاهرة، بحيث أننا نعرف لبيئتها ترابية، صحراوية، جبلية، صخرية وغيرها. المسافات هنا بنشرح الفرق وأهميته، أن هذه الأحجام وطول هذه العدسات هل تغفل لنا أن نأخذ عدسة طويلة عن هذه العدسة ولأي سبب، وشو النتائج اللي أنا أقدر أتوقعها من هذه العدسة مقارنة بهذه العدسة كمثال. هذه أربع صور لنفس الفراشة مأخوذة بأربع عدسات مختلفة. مثل ما تشوفون صورة الفراشة في جميع الصور بنفس الحجم، والاختلاف في عملية العزل أو depth of field. الصورة الأولى أخذت بعدسة 60mm، الصورة الثانية بالعدسة القياسية، الصورة الثالثة 150، مثل ما تشوفون الصورة الأخيرة 200mm، العزل كان أقوى ما يمكن وعزل لنا الخلفية تماماً عن الفراشة. أنا شخصياً بالعادة أفضل هذا الرينج لأنه يعطيك نوعاً ما بوكيه خفيف
يعطيك تنوع في الألوان أو في الإضاءات الخلفية، أحسن عن العزل الكامل وأحسن عن المشتتات اللي فوق. وفي النهاية حسب الاستخدام، حسب استخدام كل شيء. بمعنى في عمليات مثلا تصوير الأسنان، دكاترة الأسنان دائما يستخدم العدسة القياسية لأنها تعطيه البعد ثابت، ما يكون في أي ديستورشن مثلا في 60 أو 40، ما تحس إنه صار عندك ديستورشن أو ميلان. وبينما الميتين أنا مش معقول أقول للمريض خلك هنا وأنا بصورك من على بعد نص متر. كيف؟ فتحة العدسة تختلف، بس تختلف عادة في أغلب العدسات هذه في ال 180 mm وال 200 mm. ال 200 mm عندنا فتحة العدسة F4، ال 180 3.5، بقية العدسات من 150 إلى تحت كلها 2.8. بس حتى مع فتحة عدسة صغيرة ك F4 مقارنة ب 2.8، ببعد بؤري كبير بيعطيك العزل الكافي. العدسات المقلوبة وفكرتها عدسة عادية بالأساس غير مخصصة لتصوير الماكرو، يتم استخدامها لتصوير الماكرو. الطريقة عن طريق أدابتر ونقوم بقلب العدسة. الرينج بالعادة المستخدم للفول فريم من 18 إلى 80، هذا المفضل، ومع الكروب لا بأس حتى أن نوصل إلى 12 mm أو حتى 10 mm يعتمد. فهذه شكل العدسة مثل ما تشوفون، وهي أتاش للكاميرا بشكل مقلوب. الجزء الداخلي اللي يفترض أن يكون للعدسة للخارج، والجزء الخارجي متصل عن طريق الأدابتر للداخل. نتائج هذه الأعمال وفائدة هذه الصور، جميع العدسات المذكورة في السلايد السابق نسبة التكبير 1x ما لم يتم استخدام إكسسوارات أخرى تسمح لنا أن نزيد نسبة التكبير. في عملية العدسات المقلوبة الوضع أسهل بكثير، أنه نقدر نوصل إلى نسبة تكبير قد تصل إلى 7x بأقل تكلفة ممكنة. من عيوبها طبعاً مانوال فوكس، تماماً مانوال فوكس، وما عندنا أي فايبريشن ريدكشن أو مانع اهتزاز أو 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 حتى قراءة للأبرتشر وشيء، كل شيء يصير عندنا مانوال. مثل ما تشوفون أفضل العدسات هي العدسات القديمة اللي تسمح لنا ان نتحكم بالابرتشر مانوال. واحد سمعته قال من عيوبه الكواليتي، بنشوف الكواليتي بعد شويه اللي قد تنتج من هذه العدسات. هذه وحده من العدسات اللي امتلكها شخصيا. اذا قارناها مع عدسه ماكرو قياسيه، عدسة الماكرو قد تبدأ سعرها مثلا من 1500 2000 2500 على حسب المواصفات. عدسات قديمة تقدر تطلبها من مواقع الانترنت، تكلفتها قد تبدأ من 100 درهم 200 300، ما تعطيك القيود المادية بحيث أنها تمنعك أنك توصل إلى نتائج مرغوبة بنسبة تكبير عالية. هذه شكل العدسة اللي امتلكها، 20 mm 3.5 F4، وهذه شكلها وهي مقلوبة. ومن نتائج هذا العمل أو من نتائج هذه العدسة هذه الحشرة نوع من أنواع الخنافس، مثل ما ذكرت لكم يطبق عليها الطبقة الخارجية ثن فيلم انترفيرنس، والانكسارات الضوئية اللي تشوفونها من الألوان عبارة عن انكسارات ضوئية. لونها الأساسي للعين المجردة أخضر وأزرق، مع إضافة زوايا معينة للإضاءات تنتج هذه الألوان. السؤال الثاني
أنت قلت لنا الأعمال الصغيرة تفاصيلها قد تكون مرضية، بس إذا كبرها تبان تفاصيل مختلفة. تفاصيل العدسة، هاي الصورة بكروب 100%، بمعنى ما أحتاج أن أعتبر أكثر من 100%، كروب 100، كروب 100%. تقدر تشوف التكتشر، تقدر تشوف الآي، تقدر تشوف كل التفاصيل حتى الشعيرات والكومبوند آيز وكل شيء. فنفس هذه العدسات رخيصة ما تمنعنا إنه هذه ستاك، ما تمنعنا نفس هذه العدسات إن نوصل لأي أشيفمنت. للأسف واحدة من أهم العدسات أو فئات العدسات المعدومة من قبل جميع شركات التصوير يسموها الانلارجر لينسز. هذه العدسات قديمة وكانت تنتج بأسعار بسيطة جدا، وميزتها الوحيدة فقط تصوير الماكرو. العدسة مصممة فقط لعملية قلبها، بمعنى العدسات المقلوبة بالأساس، العدسة اللي راويتكم إياها هي عدسة وايد أنجل 20 mm، وتصلح أني أقدر أصور فيها صورة عادية وايد أنجل، وبالإضافة إذا قلبتها تصلح لي أني أقدر أصور فيها ماكرو. بينما هذه العدسات فقط استخدامها مقلوبة لتصوير الماكرو، وأحجامها صغيرة بالعادة، وأسعارها جدا 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 زهيدة. هذه مجموعة من عدسات الانلارجر وأنواعها. هذه العدسات للميديوم فورمات، وهذه العدسات للفول فورمات والكروب سنسر العادي، وهذه الأوبجكتيف نفس الشيء من العدسات المعدومة في السوق، وتصل أسعارها مثل ما قلت إلى أرقام خيالية. هذه العدسات من أشهر العدسات اللي افتخرت فيهم شركة نيكون في السابق في عمليات تصوير والإعلان عن منتجاتها الخاصة بالماكرو اللي بنتكلم عنها. فكانت العدسة القياسية في هذه العملية هي عدسة النيكور 50 mm. هذه العدسة الإصدار القديم، وهذه العدسة هذا الإصدار القديم، وهذه الإصدار الجديد منها. ونفس الشيء العدسات فولي مانوال، تتحكم بالأبرتشر من الخارج. السؤال مجددا، نفس هذه العدسات باي ذا واي يعني تقدر تحصلونها في الاي باي بأسعار لا تتجاوز يمكن 200 درهم بغض النظر عن تصويرهم، بمعنى أن أنا أنصح بامتلاك مثل هذه العدسات لمصورين الماكرو حقيقة. نتائج مثل هذه الأعمال وبهذا السعر، دائما نشوف البست فاليو، أي السعر مقابل النتيجة. إذا كان السعر مرتفع والنتيجة ضعيفة ما في أي فائدة، بس إذا كان السعر متدني والنتيجة حتى لو كانت مقبولة لا ضرر. وأخيراً لو كانت السعر هابط نفس عدسة العشرين أم أم والنتيجة عالية فهذا شيء ممتاز وما يضيع هذا الشيء. هذه العدسة الانلارجر 50 mm 2.8 N، N يرمز للنيو، انتبهوا لهذا الشيء في حال أن حد حبنا يدور هالعدسة. طبعاً للأسف أرجع وأقول هذه العدسات غير متوفرة في أسواقنا وديسكنتينيود بالأساس في عمليات التصنيع. نتائج هذه العدسة تفاصيلها بكروب 100%. هذا الجزء هو هذا الجزء البسيط. Yes, please. How do you attach those to the camera? Again, I'm sorry. How are you attaching the enlarging lens? Okay.
I have to show previously in the previous slide one of the adapters, and I mentioned the name. It's B2RA. Yes, it's actually the same adapter. However, you would need some step down rings, okay? Because actually, the diameter for those, yes, actually, it's a big, and for the lens, it's a small. So you need some kind of a mid range adapters or rings in order to attach them. That's it. Okay, sure. سؤاله ببساطة أن هذه العدسات كيف يتم عملية ربطها بالكاميرا؟ شرحت قبل شوية مع عدسة العشرين mm وحددت شكل الأدابتر. نفس الأدابتر يتركب في الكاميرا، بس لأن حجم هذه العدسات أصغر، وبالتالي نحتاج حلقات مفرغة rings step down rings بحيث انه اتاشت في الادابتر ويتم تصغير الى ان يوصل للحجم اللي نقدر سكرو اللينس. اوكي، باي ذا واي، اللي عنده اسئله بس يعني could raise a hand وبجاوب اي سؤال على اساس انه ما تنسون الاسئله later on. طيب، magnifying filters أو العدسات المكبرة أو الفلاتر المكبرة، يصح كل التسميات تصح فيها. بكل بساطة هي عبارة عن عدسة وحيدة يتم إضافتها إلى مقدمة العدسة تسمح لنا بزيادة نسبة التكبير. هذه أشهر شركة في إنتاج هذه العدسات، وحقيقة هذه العدسة ما تفقد الكثير من التفاصيل كديفراكشن ولا غيره مع إضافته. في أربع أنواع: 150 250 202 505. أنا عادة أفضل للي يحبوا إنهم يمتلكوا هالعدسة يروح على 250. العدسة فكرتها بسيط جدا كالتالي: هذه العدسة فيها كليبس من الداخل ويتم ضغطه من هذا الطرفين ويتم إضافته إلى مقدمة العدسة، نفس الفلاتر بس من غير سكرو as a clips. طبعاً أفضل نتيجة لها بإضافتها لعدسة ماكرو، وما يمنع أن بعض العدسات حتى لو مثلاً 50 mm 1.8 تصلح لنا نظيفة وتعطينا نتائج قريبة من نتائج الماكرو، بس طبعاً ما بتكون بجودة عدسات الماكرو. فهذه الحالة نرجع مرة ثانية للحلقات التصغير أو التكبير الستيب داون والستيب أبرينج. بعض العدسات الديامتر مالها يكون كبير، مثلاً 77 أو 82 أو غيرها أو حتى 72. هذا الكليب حجمه إلى 67، وبالتالي نحتاج أن نركب واحدة من هذه الحلقات مثل ما تشوفون تركب في الكاميرا وصار عندنا أصغر، يسهل علينا أن نحط الكليب ويثبت، otherwise بيتم فارغ. extension tubes، تفضل. لا لا، قصدك بلاك اوت يعني؟ لا ما يصير. اوكي، الاكستنشن تيوبس او عده الرجل الفقير، أرخص سمي طبعاً بهذا الاسم أو بهالمصطلح الفكاهي نوعاً ما بسبب أسعارها، رخصها، أي شخص يقدر يمتلكها
بإضافتها لعدسة ماكرو أو حتى تقريبا لأي عدسة غير ماكرو ربما تعطينا مجال تصوير مقرب. بمعنى عدسات تصوير الماكرو بتعطينا ماجنيفيكيشن أكبر، نسبة تكبير أكبر، مع عدسات عادية بتعطينا مينيمم فوكس ديستنس، اقتراب أكثر من السبجكت، وبالتالي نقدر نطلع تفاصيل أكثر. لا تعني أن قد تكون درجة ماكرو بس تفاصيل أكبر بكثير من العدسة العادية. بعض العدسات كافتراض أن المينيمم فوكس ديستنس أو نسبة الاقتراب، أقصى نسبة اقتراب ممكنة هي نص متر، مع إضافة حلقات ربما تصبح 10 سنتيمترات، تصلح عندنا أن نصورها. هذه واحدة من الحلقات، وتقدر تشوفوا هذه مجموعة مكونة من 3 حلقات، وهذا نوع ثاني بنتكلم عن الفرق بينهم. ليس بالضرورة أن الحلقات تكون ثابتة في الأبعاد، هذه حلقات من 7 14 28، وهذه طبعا نقدر إضافتهم كلهم إلى العدسة أو جزء منهم أو حتى واحدة منهم، ما عندنا مشكلة، يعتمد على حسب نسبة التكبير. وهذا الفرق بالثلاثة. عندنا نوعين من الحلقات المفرقة، حلقة مانوال وحلقات الأوتو. المانوال أسعارها ربما توصل إلى 10 دراهم لا شيء، والسبب هي عبارة عن حلقة مفرقة فقط هدفها إبعاد العدسة عن السنسر وبالتالي زيادة نسبة التكبير. لا يتم فيها أي قراءة، لا يتم فيها التحكم بالأبرتشور ولا أي شيء. بينما هذه الحلقات الأغلى شوية تقدر تشوفوا في بنس داخله وفي تشيب، شريحة، هاي الشريحة تسمح بالاتصال الكهربائي بين العدسة وبين الكاميرا، وبالتالي الكاميرا تقدر تقرأ البيانات من العدسة، ويتم حتى التحكم بعملية الأبرتشور وغيرها. هذه يبان من نتائجها، هذه صورة عادية مع إضافة الإكستنشن على فول فريم 12 فقط 20 30، إضافتهم كلهم صار عندي نسبة التقريب مقارنة بنسبة التقريب بدون الإكستنشن. طبعاً واحدة من الأشياء المتعبة في هالموضوع عمليات الاهتزاز بتكون أكبر، كمية الإضاءة بتكون أقل، نسبة أن الفوتون يضيع خلال عملية الانتقال من خارج العدسة إلى السنسر، الكمية عندك أنت فراغ كبير أسود، هنا يصير عندك تبعثر. يفضل دائماً استخدام الفلاشات في هالموضوع. المنفاخ فكرته بسيطة جداً، نفس فكرة الإكستنشن تيوب، عملية إبعاد ما بين العدسة والسنسر ولكن بطريقة سلسة نوعاً ما. في عملية الحلقات المفرغة في كل مرة حبيت أني أضيف أو أغير نسبة التكبير لازم أفك وأرد أركب أو أبدل وأركب، بينما هنا نفس فكرة الأرجوان، فكه زيد النسبة ورد سكرة مرة ثانية وصار عندي النسبة. طبعاً هنا تقدر تشوفوا كم نسبة المليمترات بقياس الحلقات السابقة. من عيوبها طبعاً أن الوسط هذا وسط خفيف قابل أنه يتأذى، يتقطع، يخترب، أي شيء مو بوسط تقدر تتحكم فيه أو تقدر تستخدمه في الفيلز خارج الاستديو، فدائماً يفضل هذا يكون داخل الاستديو. هذه واحدة من الماركات اللي النيكون كانت تستخدمها سابقاً مع عدسة الـ 50mm 2.8N، وكانت حتى واحدة من الإضافات على هذا البلوز، بلوز إضافي It's called PP6E. شخصياً أنا ما أنصح بأي شيء نفس هذا الشكل، لأن الدفراكشن بيكون مرة ثانية عالية ونسبة التكبير أو دقة التكبير ما بتكون في أفضل حالاتها.
وما أتمنى أني ما أشوف هذه الحالات، يعني رجاء خاص يعني ابدأوها بداية صح، ما في داعي المركبات الفضائية. تفضلي. ابدأي بالإكستنشن تيوب. عملية الإكستنشن تيوب أسهل، أخف، قابل إنك تحركيها وتقدر تمسكيها وما تتأذى. الترابود المنفاخ أو البلوس دائماً دائماً وأبداً لازم يكون على ترايبود. فإتس نوت بورتبل، إتس نوت موبايل، ما تقدري تتحركي فيه وتظلمين. غلطة واحدة بصبعك بس ضرب هالمنطقة صار عندك ارتجاج وصار عندك أذى في ال... هذا نوع آخر من البلوز بس فقط للمعلومية، وفكرة أنه يسمح بعملية ال... يس. لا تعنينا في الماكرو بشكل عام، بس مجرد ذكر وما نحتاجه في الماكرو. يعني حتى إذا شفتوا هذه أنواع عادة تكون أسعارها أغلى وما نستفيد منها، فنتجنبها. اللايتنجز طبعاً مصادر الإضاءة من أهم عناصر التصوير، بدون إضاءة ما عندنا شيء اسمه تصوير ضوئي. الفلاشات المستخدمة في الماكرو بالعادة تكون متخصصة لعمليات الماكرو، مختلفة عن الإضاءات المختلفة للاستديو وغيره وغيره. فعندنا توين فلاش، ونقدر نضيف بعد ثلاثة أو أربع فلاشات حسب الاستخدام، سواء كانت وايرلس أو وايرد، يعني بسلك أو لاسلكية. عندنا الفلاشات الحلقية واللي يقدر يتحكم فيها سواء بكل الإضاءة أو بجزء وجزء آخر. وعندنا الفلاشات العادية أو الاعتيادية المعروفة لنا. من خبرتي أفضل دائما استخدام يا الفلاشات العادية أو الفلاشات الصغيرة، وإن كانت الفلاشات العادية في عملية التشريط تعطيك مساحة أكبر وبالتالي توزيع إضاءة أفضل، عكس الإضاءات الصغيرة تكون نوعا ما شوية حادة وصغيرة ومقتصرة على مكان معين. وهذا أنا ضده نهائيا، لأن الإضاءة دائما تكون ثابتة باتجاه واحد وعملية تشتيتها صعبة. أي عملية تشتيت لهالإضاءة بتأثر على موضوع العدسة، فأغلب المصورين ما يستخدموا هذا الشيء. عنصر إضائي إضاءة آخر الشمس والإضاءات المستمرة، لأن هذه إضاءات منقطعة، هذه الإضاءات المستمرة نقدر نستخدمها في بعض الحالات. نفس صورة الفراشة اللي صورتها في الاستديو كانت باستخدام إضاءات مستمرة، مجموعة إضاءات على الاستديو والفراشة في النص والشتر تقريباً ثانية واحدة، وما في أي ضرر في الموضوع لأن الفراشة ثابتة. في حالة أن العنصر متحرك ومحتاجين أن نسوي له تجميد للحظة نحتاج الفلاشات بالتأكيد. من الأشياء المهمة جداً في عملية توزيع الإضاءة بشكل صحيح في ضرب الفلاش، فكرتها ببساطة تغيير زاوية مسقط الإضاءة. فبدلاً من مثلاً نفترض من غير هذه الأدوات استخدمنا الفلاش وشبكناها دايركت على الكاميرا، العنصر هنا اللي أريد أصوره والكاميرا هنا بينما الفلاش في مكان ثاني، فنحتاج دائماً تحريك وتغيير زاوية الفلاش بحيث أنها تناسب وتخدم العمل النهائي. فمثل ما تشوفون هذا وايرد، سابقاً راويتكم اللاسلكي، وفي نفس الوقت نقدر نحركه سواء بتوين فلاش أو بسنجل فلاش لا ضرر حسب الاستخدام الشخصي والذائقة الشخصية للمصور. الترايبود، البعض يمكن يستغرب ويستهجن موضوع الترايبود، ليش نذكر وإحنا كلنا نعرف الترايبود؟ ما له أي ارتباط في عملية الماكرو. شيء بسيط بذكره. أنواع الترايبود مثل ما نعرف
بلاستيك، ألمنيوم، كربون، خشب. خشب؟ ما شفنا خشب، ما سمعنا عن خشب. عادة الترابس الخشبي شركات محدودة وعالمية اللي تصنع هذا النوع من الترابس، وأسعاره مو برخيصة، أسعاره نوعا ما غالية. من أفضل أمثلتها، أنا ما بتكلم على طبعا أول ثلاثة لأنه معروف للكل، عدا أنه دائما تجنب الترابس البلاستيكي بأي شكل من الأشكال، لا تصلح. الألمنيوم يكون أثقل، ثبات أكثر، بس وقت السفر أو وقت الاستخدام هذا له وزن أثقل. الكربون أخف ولكن أغلى، أسعاره غالية. الوود سعره في الوسط، وزنه خفيف جدا. أنا شريت ترايبود وزنه 600 جرام، نص كيلو هذا طوله، يكفيني في الترايبود. والأهم من هذا كله بالنسبة لي واللي خلاني أتجه للوود، كثافة. كثافة عادة الألمنيوم أو الحديد تكون كبيرة، وبالتالي عملية الانتقال أو عملية الاهتزازات أو عملية النقل بمجرد ما أضرب وصل الاهتزاز. في الخشب أخف، وبالتالي إذا ضربت نوعا ما يمتص الاهتزاز، فصار عندي عنصر إضافي لتقليل الاهتزازات. أخيرا الريموت كنترول، أبسط عنصر يتم ذكره في الأدوات، وأهم عنصر سواء للماكرو ولا غيره. عدد تصوير يمكن البورتريت ولا شيء اللي ما يحتاج فيه أي عنصر. Otherwise أنا أشوف أنه جدا مهم، ولا مانع أن الواحد دائما يكون حاطنا عنده في الشنطة. أدوات الفوكس ستاكينج، تكلمنا عن الفوكس ستاكينج، فوكس ستاكينج، بس كيف نقدر نوصل لعملية الفوكس ستاكينج؟ شو هي الأدوات اللي تسمح لنا نوصل ونطلع نتائج الفوكس ستاكينج وناخذ مجموعة من الصور؟ الأدوات كثيرة تتنوع. أول شيء لازم نعرفه في الأدوات، هذا واحد من الأدوات، وعادة هذه الأداة رخيصة صينية تصلح في عمليات التكبير الغير عالية، وإن كانت اهتزازات فيها يعني مرئية للأسف، بس فكرتها بشكل عام عشان تعرفون أنه عندنا دائما إحداثيات في عمليات الريلز أو السلايدرز. فعندنا الإكس، عندنا الواي، ودائما عندنا الزد. فدائما إكس واي زد معناه أنه عندك سلايدر تقدر تتحكم في الكاميرا وهي ثابتة يمين ويسار، أمام وخلف، فوق تحت، بكميات بسيطة جدا من غير ما تحرك الترايبود. وأنا أشوف هذا دائما مهم. بعض أنواع السلايدرز الأدفانس والأغلى ثمنا تضيف لك مع الـ XYZ R روتيشن، فتعطيك بعد هنا فوق سلايدر دائري يسمح لك أنك تلف. بعض الشركات اللي تنتج السلايدر، عندنا من شركة ريلي رايت ستاف، عندنا شركة نوفو فليكس، ومثل ما تشوفون هذا X وهذا XY، عندنا من شركة نيوبورت. بالحقيقة هذه بالأساس يعني الشركات خاصة لمعدات المختبرات، وبالتالي دقتها أفضل، وتقدر تشوف أنه الميكروميتر فيها يعطيني تحكم أكثر بالمليمترات بشكل أدق. طبعاً وزن وعملية التحرك عادة تكون اتجاه واحد. الميكروميتر فيها يسمح لي أصور إلى 1/10 من المليمتر، بمعنى أن المليمتر ينقسم إلى 10 أقسام. ومع بعض الأدفانس مايكروميتر أقدر أوصل إلى نسبة 1/1000 من المليمتر.
في أنواع ثانية تكون إلكترونية تسمح لك أنك تقدر تشوف النسب والأرقام بدل ما عينك ثابتة على الميكروميتر في عملية الحركة، وطبعاً تسهل هذا الشيء كثير. عندنا بعد أجهزة نفس النيو بورت تكون كهربائية تسمح لنا بعملية الأتمتة أو الأوتوميشن لعملية التحريك. إحنا نحدد عن طريق الأجهزة سواء تليفون ولا ترايبود أو تابلت نقطة البدء، نقطة الانتهاء، عدد الصور وما إلى خلافه، وهي تقوم بالعملية. لكل واحدة من الأجهزة استخداماتها، يعني الأجهزة المانوال تفيدني مثلاً شخصياً برا البيت في عمليات السفر في التصوير الأماكن الطبيعية، تسمح لي أقدر أتحكم، أقدر أتوقف متى ما حبيت أتوقف. فهذه الحالة لا أوتوميشن، حبيت توقف تبدأ من أول وجديد، ما تقدر توقف، ما تقدر تكمل. والشيء الثاني أجهزة كهربائية ما تسمح لك في الأماكن مثلاً اللي فيها رطوبة، غابات استوائية، فيها أمطار، فيها شيء، فصار عندك نوعاً ما صعب عمليات الستاكينج. فدائماً يعني يتم الاختيار حسب البيئة اللي يتم فيها التصوير. واحد من الأجهزة المفيدة جداً في المختبرات والأجهزة الطاولات المانع للاهتزاز أو الماصة للاهتزاز. هذه طاولات هوائية بحيث إذا نفترض صار في أي نوع من الاهتزازات أو حطيت يدك أو شيء يتم تعادل وتوازنها مرة واحدة بحيث إنه لا يأثر على أجهزة المختبرات أو الميكروسكوبيك أو غيره اللي تكون فوق الطاولة. وهذه مهمة جدا وجدا تفيد في حالة إنه إذا كان البيئة أو الانفايرمنت يعني فيها اهتزازات خارجية. طيب اسمحوا لي بعرض لكم مجموعة من أعمالي خلال الآخر 6 سنوات وإن شاء الله تنجح. علا
hope you enjoyed. And we'll الحين نفتح المجال للأسئلة والإجابات إن شاء الله. شفت معظم الأعمال معمولة بالفوكس ستاكينج، كيف بتثبت الحشرة؟ أوكي. لفترة طويلة. السؤال أول سؤال توقعت أنه ينسأل كالعادة. إنزين. دائما موضوع الفوكس ستاكينج، عمليات الفوكس ستاك، يعتمد على الجهات اللي تطلب هذا العمل. هل هي جهات خاصة بالريسيرشز ولا يعني بالأبحاث المعلومات وما إلى خلافه؟ في عمليات التصوير الطبيعية خارج تكون الحشرة عادة في بيئتها الطبيعية حرة طليقة ما في أي شيء. في الاستديو قد تكون يا مطلقة أو تكون mounted، بمعنى إما تكون مبردة أو تكون بالأساس ميتة. والسبب في هذا الشيء، عمليات التصوير اللي ذكرناها تحتاج في بعض الأحيان، خاصة قسم العيون اللي أنت شفته، واحد من الأبحاث اللي شغال فيها مع إحدى الجامعات تتعلق بموضوع دراسة العيون وتأثير العيون وتأثرها بمدى الأشعة سواء الفوق البنفسجية وما إلى خلافه. إذا كانت الحشرة بالأساس ميتة وعينها جافة ما تقدر تسوي أي دراسة في هذا الموضوع. هذا النقطة. النقطة الثانية، الدراسات الأخيرة إذا البعض يعني قرأ فيكم أن تم الاستعانة بنوع من أنواع الذباب، خاصة ذباب الفاكهة، بدل فئران التجارب، أن في بعض الجينات المشابهة لجينات الإنسان، فبالتالي بعض الاختبارات البسيطة الغير معقدة وcomplicated ما يحتاج أن نروح لهذا كل شيء. فهذه الحالة تحتاج في نفس الوقت أنك تجري هذه التجارب على حشرات حية، أو عفواً حشرات ميتة، بس ميتة يعني من فترة بسيطة جداً. فهذا النوع من التصوير بالعادة إذا بتأخذه كجانب أدبي أو جانب أخلاقي، جانب علمي فقط، فالحشرات تكون بالأساس ميتة. فللأسف البعض أخذ هذا المجال كجانب فني بحت، بمعنى أنه أنا بصور الحشرة بغض النظر هل لها فائدة أو ما لها فائدة، بغض النظر شو النتيجة اللي تترتب عليها، وهذا اللي أحاول أني ما أشجع فيه للأسف. بالنسبة للأعمال اللي شفناهن كنسبة وتناسب، هل هي حشرات ميتة أم 90%؟ يس ميتة. ميتة. Yeah. شكرا. أوكي. بس عيد السؤال. هل من الممكن انه نقدر مثلا نطلع مكان بر او صحراء نقدر نصور الحشرات بشكل مباشر؟ بشكل مباشر ولا استاك؟ لا يعني مثلا انت بتحكي انه ممكن 90% نقدر نصورهم وهم ميتين. في عمليات الاستاك، في عمليات اخذ مجموعه من الصور لحشره واحده. أوكي. بمعنى انا بصور راس الحشره ومحتاج مثلا 200 صوره، لا يمكن تصويرها في هذه الحاله ب يعني وضعها وهي حي. في حالة واحدة يمكن، في حالة كانت في منطقة باردة، بعض البلدان مثلا الأوروبية في حالات المواسم الشتوية أو في فصل الشتاء، هذه الحشرات تكون ثابتة ما تتحرك، فبالتالي تقدر تأخذ الاستاك مثل ما تبين والحشرة بعدها في موقعها ما بتتحرك نهائيا وما عندك أي إشكالية. للأسف هذا الشيء ما ينطبق عندنا إحنا في بيئتنا هنا، وحتى في موسم الشتاء الفترة بسيطة جدا قبل ما تطلع الشمس وتبدأ الحشرات تتحرك مرة ثانية. بس إذا كتصوير عادي يمكن، بس تصوير الستاكل هو تصوير غالبا المختبرات مختلف تماما شوية. الابليكيشن تستعمل الستاكينج شنو؟ أوكي، عندنا ثلاثة أو فور أبليكيشن بالأساس. في عمليات الستاك البسيطة تقدر تستخدم الفوتوشوب، بس ما يزيد عن أكثر من 12 صورة إلى 14 صورة، بعدها تحصل مشاكل شوية في عمليات الدمج. عندك
بعض ال أو في برنامج مجاني اسمه Combine Zip. هذا البرنامج مجاني بعد نفس الشيء تقدر تستخدمه وبكمية أو بقدرات أكبر من الفوتوشوب. وإذا تكلمنا عن التو أبليكيشنز أو البرنامجين الأدفانس فعندك زيرني وعندك هيليكون فوكس. هذا الاثنين يعني برامج غير مجانية وتعطيك يعني مور أدفانس أوبشنز وخيارات أفضل في عمليات الدمج. المايك وين المايك؟ أنا بصراحة ترددت كتير قبل ما أجي المحاضرة الموضوع نفسه يعني، بس الحمد شرف. لله حاليا مش أنا كنت هندم كتير إن أنا يعني الله المحاضرة. بما إن الهواية تحولت لموضوع بحثي وموضوع توثيقي طبعا تحول لعلم وشراكة مع مؤسسات العلمية. ايه دور كنت عايز استفسر في واحده من السلايدز تقترح مقاسات مختلفه للعدسات بس ظهر نسب مختلفه للفراشه مثلا على سبيل المثال، انه عدسه تديك البروبورشن او الابعاد الحقيقيه بما ان الموضوع دخل بحثي وتشوف الشكل او الحجم الفعلي للفراشه او للحشره انه عدسه او تفضل انه عدسه او قياس يديك الاكشوال دايمنشنز الشكل الحقيقي للحشره او الكائن اللي بتصوره. اوكي جميع العدسات المذكوره بتعطيك الابعاد او بنفس الحجم لان نسبه التكبير واحده في جميع العدسات هي 1 اكس. الفرق الوحيد انه في عدسات الفوكال لينث مالها شويه اصغر يعني مثلا نتكلم على 20 او 40 او 15 في هذه الحالة تعطيك نوعا ما ديستورشن بسيط في العدسة، بينما إذا بتتكلم من عدسات مثلا 60 mm وأنت طالع إلى حدود ال 200 نفس الشيء، الفرق بيكون عندك في العزل، ما بيكون عندك الاختلاف كبير في موضوع حجم الحشرة، بتكون الحشرة متماثلة تماما. غالبا أكثر ديستورشن تقدر تشوفه في عدسة ال 15 mm الماكرو. فهذيك الحالة بتشوفها بنسبة مختلفة تماما طبعا. 105 قياسية بتعطيك الحجم الطبيعي جدا، لهذا السبب ذكرت أن غالب دكاترة الأسنان يستخدمون هذه العدسة في عملية تصوير الأسنان ومعرفة شكلها، فيأخذوا الأحجام والقياسات الطبيعية في هذه العدسة. والله ربما جهات وجهات يعني تخصصنا في هذا، بس بالعاده يستخدمونه. حتى اذا سويت بحث بسيط في الانترنت وتشوف موضوع الماكرو مع علاقه الاسنان بتحصل انه دائما يسالون عن العدسه المفضله في عمليه التصوير ويستخدمون العدسه القياسيه اللي هي 105. حاضرين. الصوت الله يحفظك. كمصور هاوي شو اللينس اللي هو الماكرو اللي انت تفضله يعني ان اشتري مثلا او استعمله كلينس واحد او كعدسه واحده بس يعني طيب يعني بدون ما اشتري عدسات ثانيه ماكرو واحد يعني صور ممتازه ويرضي فضولي مثلا حلو للحشرات متر ونص نص متر تقريبا نص متر الى نص متر تقريبا المسافه يعني كنسبة تكبير 1 اكس ما في عدسة ماكرو تعطيك متر. اتفقنا ان العدسة الوحيدة اللي تعطيك مسافة نص متر هي ال 200 mm ماكرو. بس كمصور انت بتتقيد كثير في عملية تصوير الماكرو بعدسات بعد بؤري كبير مثل 200. ابسط مثال احنا تكلمنا وقلنا المسافة 1 اكس بال 200 mm هي نص متر، بمعنى اذا بصور الورده على تكبير 1 اكس احتاج نص متر. طب في حال انك حبيت تصورها من فوق كيف تقدر تصورها؟
تحتاج انك ترتفع الى مسافة نص متر فوق الوردة عشان تقدر تصورها، وبالتالي هذه واحد من مشاكل البعد البئري الكبير في عدسات الماكرو. استخداماتها خاصة، مجموعة من الحشرات الأجريسيف أو الحيوانات الأجريسيف تستخدمها فيه، مجموعة من الحشرات الخجولة تستخدمها فيه كتصوير قياسي. ذكرت وفضلت أن الواحد دائما يبدأ بالعدسة القياسية 105 أو 100 mm دائما، وتقدر تزيد نسبة التكبير باستخدام الأكسسوريز، سواء فلتر التكبير، سواء الحلقات المفرغة وغيرها وغيرها، بس دائما أفضل أن الواحد يبدأ بحيث أنه يعرف مكانه، أنت وين تبى بالضبط، هل تبى تزيد أو تبى تنقص، فلازم تكون دائما في النص، فأفضل دائما ال 105. جزء كبير من الصور اللي شفناها معتمد على ان انا عملت ستاكينج، فباين جماليات الصورة في ان كل الحشرة او جزء كبير منها باين انه في الفوكس، فشايف جماليات. صحيح. لو انا هطلع صور برا في الطبيعة والحشرة حية زي ما هي، اقدر اركز على ايه عشان ابين جمال الصوره؟ تقدر تطلع هذا النتائج ازاي من غير ستاكينج؟ بالضبط. لا، بستاكينج. لازم بالستاكينج. لازم الستاكينج. تقدر تطلعها في حاله واحده بنفس هذه النتيجه اذا كانت الحشره نفسها كبيره، وبالتالي انت بالاساس مش محتاج ستاك. بالضبط. احنا قلنا الستاك نحتاجه في عمليات اذا كانت الحشره دقيقه جدا، بس اذا كانت الحشره كبيره مثل ما ذكرت في بدايه المحاضره، انك تقدر تصور حتى ب 50 ام ام نان ماكرو لينز، لان حجمها كافي. زين، في حالات الحشرة الكبيرة تقدر تصورها، في حالات الحشرة الصغيرة تقدر تصورها بس بالانتباه إلى موضوع الأبريتشور إنه ما يزيد، بالتالي تقدر تطلع هذه الحالة ما في أي مشكلة. حالة ثانية تقدر تصورها استاكينج، إما هاند هيلد أو بترايبود، بمعنى في بعض صور الستاك أصورها هاند هيلد، في جزء من الاهتزاز، بس أنا أضمن إن الاهتزاز لا يعني ان الصوره مهتزه، يعني ان جزء الصوره اما طلع فوق او نزل تحت. البرامج الخاصه بعمليات الدمج تعطيك المساحه الى بلس 20 ماينس 20 بكل الاتجاهات، فاذا اخذت انت صوره في النص وصوره زاويه وصوره على اليسار وصوره فوق شيء، انت تقول له خلال ودن ال 20% المسموح انك تتحرك فيه ادمجي له صوره، بتدمج ما عندها مشكله، فتقدر تصور مرة. When you're stacking pictures, you're actually physically moving the camera, or you're moving the focus ring of the camera? Excellent question. Very good question, actually. Okay, so actually, we are using both methods. Some, as I said, one of the cameras which been introduced lately is the Nikon 850. It allows you to change the focus from one position into other position. So actually the camera is still, while only the focus is changing from one point to another point. So it will allow you to take multiple focus points and then just merge them all together. In cases of the cameras which doesn't have any stacking software built in or features, in that case, you would need those automated rails, which I have shown. So in that case, no, the camera by itself, it will move, while the focus will be still. Yeah. So actually, it's both. I have one more question. Can you go back a few slides to one of your pictures and just talk us through how you took any one of those beautiful pictures that you showed us? Okay. And just tell us a little bit more about that one picture. Talking about what? Yeah, so the pictures that you showed in the slideshow, are you able to go back? Yeah, that's a video or so, this so one? Go back to any one of those pictures. Pick a picture that you think will teach us something, and talk us through the process of making the picture. So how many stacks, what the lighting was, how. Okay. Most of those look like aliens. So they I are aliens. They are. I don't even know what the insects are. Well, this is my actually first purpose of doing this thing. It started
as a curiosity, where I start doing the macro just for my own curiosity. And then I thought, why shouldn't I share these images with everyone? Let's spread the awareness and the information about this world. It's a hidden world. No one's totally aware what does those insects look like. Okay? So actually, the process, it's just give me a scenario where I can go through, because I have multiple scenarios. So pick... No, it's not about picking. About give me a scenario. Is it a studio? Is it in their habitat? Where exactly? Or what type of scenario? So what is an interesting insect in the UAE to photograph? What's your favorite subject in the UAE? Your favorite? All of them. I cannot. They're my babies. Okay. From time to time, I keep changing the genre of insects which I'm shooting. So for one time, I would focus on butterflies only. Even if I found something interesting, I would just keep it for a while. I won't shoot it so I can focus into that field. By the time, once I feel that, okay, I managed to get enough collection from that species, let's jump in into another thing. So believe it or not, lately I'm just interesting about spiders. The funny part, I used to have a phobia from spiders, and now I really, really, really in love with them. So one of the interesting facts about the spiders that you can identify the species of each spider by the eye structure on the face. So you could see we have here one, two, three types of spiders. While the structure is totally different on these three, here they have two big lens on the front and two small on the sides. So it allow these species to keep jumping. That's why they call the jumping spider. They allow them to zoom. They have enough speed. This one, for example, by seeing the structure, you'll immediately identify it as a different species. So it's not anymore this one. So this is the wandering spider, and even the structure here is totally different. Two big, four small ones, and this is the wolf spider. This is what I found it very interesting, because along all the other living animals on this planet, I'm not really pretty sure I can confirm it, but up to now, this is the only thing I found that you could just identify the species bear their face. While, for example, if you mentioned the butterflies, they all look the same. They have the same structure, the same eye, the same wings, the same thing. The flies, same thing. They have the same eye, compound eyes, and ellipses with everything. While the spiders, no. They have different faces, each one is there. So lately, this is what I'm interested in. And it depends on the environment. Each one, you'll find it in a different environment, whether inside your house, the cellular spiders,